مين قريب من البيت؟ عنده مثلا حد من الواقفين وليد او حد؟ ماشي. يلا شباب اللي داخل اتفضل. التكييف ده هم عايزينه عشان الدنيا حر. حاضر يا دكتور. يلا يا بسم الله. يلا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم السبت اللي فات عملنا مراجعة للشابتر في الجنرال من شابتر 1 لـ 10. الحمد لله قدرنا ننجزهم على مدار 5 ساعات كده، بس ما لحقناش نخلص شابتر 6 و7. فالنهارده ان شاء الله، النهارده يوم الاثنين، النهارده اهو الساعة 2 برضو، 6 و7 ونكمل من 11 لـ 14 ان شاء الله كمراجعة للمدينة كده اللي داخلة في امتحان القسم الأسبوع القادم ان شاء الله. القسم اوريدي عمل المذكرة الام سي كيو، هي افيلابل دلوقتي، تقدر تحصل على نسختها سواء حاجز او حتى لو مش حاجز. طبعنا بالزياده شويه، عاملين حساب برضه انك انت دايما في اللحظه الاخيره تقدر تحصل عليها من دلوقتي. فيها حوالي 300 سؤال ام اس كيو تالي، كافي جدا لتدريبك، لكن مش بالضروره هي الاسئله دي بتيجي في الامتحان، مش بالضروره، مفيش، مش لازم، ممكن يجي منها ممكن يجي من غيرها، المهم انها نوع من التدريب عملي وفيها كل حاجه، فيها كل حاجه، فيها كل حاجة لحد حتى نهاية الترم الأولاني. يعني دي نفس الـ MCQ اللي هتنفعك لحد قبل امتحان الميدير اللي مرة. فإحنا عاملين حسابها إنها تبقى مش بس بتجهزك للامتحان اللي جاي، وإنما برضو تقدر تستعين بيها للتمرين على الـ MCQ عشان امتحان الميدير إن شاء الله. السبت رجعنا بشكل مراجعة سريعة، كل شابتر بنمسكه ونراجعه الايتمز بتاعته سريعا، ثم نتوقف للاسئلة. اللي حضر يقدر يقول لك مدى الاستفادة اللي قدر يستفيد بيها، يعني عدد لا بأس بيه كان حاضر، واعتقد ان يعني اللي حضروا ان شاء الله ينفعهم، يعني 5 ساعات من المجهود يعني مش هتروح اكيد هباء. السبت اللي جاي بنفس النظام، السبت اللي جاي السبت اللي هو هيبقى 29/11 اللي هو قبل الامتحان على طول مباشرة، برضه من الساعة 8 صباحا الساعة 12 ظهرا هنراجع البراكتيكال كله الأسبوع ده. أنا فاضل لي حصة واحدة براكتيكال اللي هي حصة بكرة من الساعة 1:30 والإعادة 4 الساعة. ممكن نسمع عشان ما اقولش كتير ونخش في الجد بقى. حصه العمل الاخيره هذا الاسبوع بكره الساعه 1:30 والاعاده بتاعتها 4 الساعه 7 كده. اللي حضر معايا بانتظام هيتسمع العملي كله، مش مضطر يجي يوم السبت. اللي سمع العملي كله معايا او اللي مش محتاج العملي زي ما اتفقنا من الاول وحاضر في السكشن ومركز خلاص، لكن نزولا برضو على رغبه بعضكم اللي هو قال لي ان فاتني العملي في القسم، مش مركز في القسم وكان مش مناسبني المواعيد اللي انت شرحتها فيها هنا في البرايفت، فده ممكن يعني يلحق اخر بقى موعد اقول المراجعه يوم السبت ان شاء الله من الساعه 8 ل 12. هعدي على المنهج كله بتاع العمل من صفحه 1 لـ 25 اللي هي الماتيريال اللي اوريدي داخله في الامتحان. اللي عايز يجوين اس اهلا بيه طبعا، مفيش مشكله بس.
بعضكم كان عايز يمتحن، فجيت اتفق معاهم امبارح على امتحان، ام اس كيو من شابتر 1 ل 14، على ان يكون في الحصه الثانيه من هذا الاسبوع باعتبار انها اخر حصه قبل الامتحان. فلقيت مقاومه شديده جدا، يعني مش عارف امتى هنعرف مصلحتنا. مقاومه شديده، وبعدين يقول لك اصل انا ناوي اذاكر في هذا الويك اند اللي جاي، فلو امتحنت قبل الويك اند ملهاش لازمه، ممكن تخلينا الاسبوع اللي هخليها لك ازاي الاسبوع الجاي هو اوريدي اسبوع الامتحان. فمع نفسك بقى بذاكر، وويك اند ولا مش ويك اند وربنا معاك ومعاك مذاكرتي الاسم استعين بيها، وانا مش هعمل امتحان. الحاجه اللي بتزعل بلاش منها، انا مش هطفش بلا حاجه. انا بعمل لك امتحان وقايل لك عليه باسبوعين بحيث ان تبقى اخر فرصه قبل الامتحان القسم تقوم تقول لي لا اصل انا ناوي اذاكر الخميس والجمعه فقط. ربنا يوفقك. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا الحصه اللي فاتت عند عنوان مهم قوي اللي هو الايميل بروبلم كلاس. خدوا بالكم لان كلمه كلاس عندنا بتساوي كلمه ايزوتايب، فلو استخدمناها في امتحان وانت مش عارفها هتبقى مش عارف احنا بنسالك على ايه. دائما الكلمات البديله زي ما قلت لك كده، كلمه اكوايرد اميونيتي ليها معنى اخر اسمها ادابتف، بعضكم ما بينتبهلهاش. والسؤال ممكن يجي بمسمى ادابتف اميونيتي، لما يقول لك اول ذا فولوينج ار كاركترستكس اوف ادابتف اميونيتي، بعضكم يقول يعني ايه ادابتف دي؟ تفرق انك تبقى فاهم معناها. ادابتف يعني اكوايرد سبيسيفيك اميون ريسبونس. برضه لما اقول لك الايزوتايبس بتاعت الايمينوجلوبولينز بتساوي بالظبط كلمه الكلاسز اوف الايمينوجلوبولينز. عندنا 5 كلاسز مشاهير جدا اسمهم حروف كلمه جامد او ماجد. نمسك اول واحد فيهم الايمينوجلوبولين، ها جي. شكله ايه؟ شكله مونوميريك. يعني ايه مونوميريك؟ يعني معمول من 1 يونت من الفور بوليبيبتايد تشينز. فاكرين المنظر ده؟ اللي هو 4 بوليبيبتايد تشينز، كل تشين ماسكه في اللي جنبها في اس اس دايسلفايد بوند اهو. الاي جي جي شكله كده؟ نعم، يبقى 1 يونت بس. يعني اسمه مونوميريك. لو ركزت كده هتلاقي كلمه مونومير هنا، مير يعني يونت، فمونو يعني واحد، مونوميريك تبقى 1 يونت اهو، 1 يونت من الفور بوليبيبتايد تشينز. طيب هو الاكثر في السيركيليشن، يعني موجود بنسبه حوالي 75% من التوتال ايمينوجلوبولين. يعني من كل 100 ايمينوجلوبولين مولكيولز موجودين في البلاد هتلاقي 75 منهم اي جي جي. كويس، يبقى هو الميجور ايمينوجلوبولين في البلاد والبودي فلويدز. شيء جميل. له 4 سب كلاسز اسمهم ايمينوجلوبولين جي. الريموت بتاع التكييف مع طيب معلش. الاربعه ايمينوجلوبولين سب كلاسز هم ايمينوجلوبولين جي 1 و2 و3 و4. السب كلاسز بيفرقوا عن بعضهم برضو في الحته الكونستنت بتاعت الهيد تشين، بس بتبقى فروق ماينور قوي، يعني ما بتتلاحظش 1 او 2 او 3 امينو اسيدز كده، يعني ممكن تفرق يعني يؤدوا نفس الفانكشن بس واحد يبقى ايه اكتر من الثاني في فانكشن معينه. لكن لهم اهو، يبقى في 4 سب كلاسز او 4 سب تايبس. كلمه مونوميريك اقدر استنتج منها عده امور. على ما حسب استنتج كلمه مونوميريك لو توقفت عندها استنتج منها عده امور. اللي هي ايه بقى؟ نركز يلا يا محمد، اسرع شويه يا محمد وركز. يلا بصوا يا ولاد، كلمة مونوميريك اللي مرسومة قدامك دي طالما انه 1 يونت بس، عارفين ممكن استنتج منها حاجة اسمها الفيلنسي. الفيلنسي يعني التكافؤ بتاعه، يعني الانتيبودي مولكيول الواحد يقدر يبايند كام كوبي من نفس الانتيجين. لو حد يقول لي، لو حد يقول يبايند كام انتيجين يبقى عيب علينا قوي. الانتيبودي الواحد اللي فيه الليمفوسايت الواحدة بتطلع انتيبودي يتعامل مع ايبيتوب واحد، فيبقى الدقة تتطلب ان اقول هذا المونوميريك انتي بودي لو هيبايند كام كوبيز اوف ذا سيم انتيجين اوف ذا سيم ايبيتوب، هيبايند اثنين، يبقى اسمه داي فيلنس. داي يعني ثنائي، وفيلنس يعني التكافؤ، يعني الانتي بودي مولكيول الواحد عنده على الاقل اهو عنده اثنين فاب، مش على الاقل عنده بالتحديد اثنين فاب، يعني يقدر يمسك في تو كوبيز اوف ذا سيم انتيجين او اوف ذا سيم ايبيتوب. ودي قلنا الحصه اللي فاتت بتؤدي الى ما يعرف به
حد يعلي صوته عشان ما يجيليش ازمه قلبيه. الكروس لينك او الاجلدينيشن اتفقت وقلتها لكم كده، انت كل واحد فيكم عنده ايدين اتنين، لو كل واحد مسك بايديه الشمال في اللي جنبه اللي على شماله. لا لا اوعى حد اوعى حد اوعى حد يكتم الحراره اللي طالعه. لو حصلت يوم السبت وفصل الحراره دي تهويه ليه، دي مروحه ما ينفعش اكتمها. استاذ علي طبعا يبقى ناخد بالنا يا ولاد اهو، يبقى دايفيلنت يعني يمسك اثنين كوبيز اوف ذا سيم انجن، وده يؤدي لما نعرف الكروس لينكينج او الكلامبنج او الاجريجيشن او الاجريجيشن اللي شفناها الحصه اللي فاتت. طب نقدر نحسب الموليكولار ويت بتاعه؟ يعني هنا ما اهتمناش ان انا اكتب لك الموليكولار ويت على فكره، انت عارف عارفها ودارسها ايش في الفيسيولوجي وفي البايو، احنا عارفين انك واخد الكلام ده قبل كده بالتفصيل. ها لكن تقدر تحسب الموليكولار ويت بتاع الاي جي جي؟ نعم، اللايت شين الموليكولار ويت بتاعها 25000 صح؟ يبقى اضرب في 2 50000. طب والهيفي تشين ب 50000 اضرب في 2 يبقى 100، 100 زائد 50 ب 150000، و10% خدمه وسرطان يعني 160 170000، ده الموليكولار ويت بتاع الهيموجلوبين جي. طيب لو رحت للبيولوجيكال فانكشنز بتاعته هلاقيه نمره واحد هو الميجور انتي بودي ان ذا سكندري اميون ريسبونس، اخدتوها برضو قبل كده في مناهجكم. لما اتعرض للانجل لاول مره في حياتي يتكون مينلي اي جي ام، ولو حصل ري اكسبوجر تو ذا سيم انتيجن يبقى البريدومينانت انتي بودي في الحاله دي اي جي جي. يبقى لما اجي اوصف الاي جي جي اقول ان الميجور انتي بودي ان ذا سكندري اميون ريسبونس. شيء جميل. بص كده بقى بعيد صفاته البيولوجيكال، هو الاونلي انتي بودي ويتش كان كروس ذا بلاسينتا. علم ليه الاي جي جي هو الاونلي انتي بودي ويتش كان كروس ذا بلاسينتا؟ اتقال لكم زمان عشان صغير وانا بعتذر عن هذه المعلومه. صغير تساعده ان يبقى بيتحرك بيعدي اكروس الممبرينز اسهل من انه لو كان كبير. لكن لما نروح للاي جي جي هنعرف انه مونوميريك، ولو حسبنا الموليكولار ويت بتاعه هلاقيه ذا سيم، ولو رحنا للاي جي دي هلاقيه برضه مونوميريك وعنده ذا سيم موليكولار ويت. الله، يبقى كان من باب اولى برضه الاي والدي يعدوا البلاسينتا، فيبقى مش قصه صغير. اهو داليا بتقول عشان له ريسبتورز للاف سي بورشن بتاعته موجوده على البلاسينتال تيشوز، يبقى يقدر يمسك بالاف سي بورشن بتاعته في البلاسينتا ويجتاز البلاسينتا ويعدي من الام للفيتس. كونه بيقدر يعدي من الام للفيتس دي ليها نعمة ونقمة، ميزة وعيب. ما هي الميزة بسهولة شديدة؟ ايه الميزة؟ لما الاي جي جي يعدي من الام لابنها يبقى الام بتدي لابنها باسيف اميونيتي بطريق ناتشرال. على فكرة الحصة الجاية ان شاء الله هي اخر حصة لينا في فوليوم 1 هذا الاسبوع، هنختم فوليوم 1 وندعي دعاء ختام فوليوم 1 ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ينفعكم باذن الله ان شاء الله. تمام؟ فهناخد الحصه الجايه الويز اوف اكوايرنج اميونيتي، وهتعرف ان الاميونيتي بتكتسب بطريق ناتشرال او بطريق ارتفيشال، وقد تكتسب باسفلي او اكتفلي. يبقى عندي اربع انواع او اربع طرق لاكتساب المناعه، ناتشرال باسف وناتشرال اكتف وارتفيشال باسف وارتفيشال اكتف. انتقال مناعه من الام لابنها عن طريق البلاسينتا او عن طريق اللاكتيشن تعرف بانها ناتشرال وباسيف. باسيف يعني مناعه جاهزه، وناتشرال يعني بطريق طبيعي من غير ما انا اتدخل. يقوم ده يدي للابن كان الام بتشحن لابنها ست شهور. كانها بتشحن له كده ست شهور. تدي له ايه؟ وتقول له بعد كده بقيت اشتري بقى وشحن لنفسك. يعني ايه؟ بتحميه باسفلي من الانفكشنز اللي حواليه في المجتمع لمده ست شهور، وبعد كده يكون الاميون سيستم بتاعه بقى ماتيور انف ان هو يدافع عنه. يبقى شوف الحمايه حتى بعد ما بيتولد. بتحميه بانها تديله باسف اميونيتي عن طريق الاي جي جي. امال ايه النقمه بقى؟ ايه العيب من ان الاي جي جي بيكروس البلاسينتا؟ قصه الار اتش كومباتيبلتي اهي موجوده، بس معلش عشان السكرين مش جايبه كل اهي الار اتش انكومباتيبلتي احدى مشاكل الاي جي جي. تعالى نحكي القصه كده، اخذتها قبل كده في مناهج اخرى برضو. الام لو ار اتش نيجاتيف
والزوج كان ار اتش بوزيتيف والولد طلع لابوه ار اتش بوزيتيف. اول ولد بيعدي لان في بلاسينتا البارير مفيش اختلاط بين دم الابن والام، لكن اثناء الولاده اثناء السيباريشن اوف ذا بلاسينتا شويه يحصل ليكج شويه ار بي سيز من الولد يخشوا السيبريشن بتاع الام، ومن الام تتعرف على الار اتش انجن دوت على انه فورين، فتقوم تكون انتي ار اتش انتي بودي. يقوم هذا الانتي ار اتش انتي بودي لانه من النوع الاي جي جي في البريجنسيز اللي بعد كده ممكن يعدي البلاسينتا ويعمل اريستروبلاستوسيس في تالس للجنين الثاني او ما يلي. هذه مشكله الاي جي جي. ارجع تاني واشوف بقيه الصفات البيولوجيكال بتاعته. يا ترى بيقدر ياكتيفيت الكومبلمنت زي ما هنعرف النهارده ان شاء الله لما ناخد الشابتر بتاع الكومبلمنت اكتيفيشن. نعم الاي جي جي والاي جي ام هم الاثنين الوحيدين جنب بعض هم يس ويس هم اللي بيقدروا ياكتيفيت الكومبلمنت. طب يا ترى له علاقه في سيل انتر اكشن بينه وبين اي خليه في الجسم؟ نعم في سيل انتر اكشن بينه وبين الفاجوسيتك سيل فيما يعرف بالاوبسونايزيشن. الاي جي جي يمسك في اورجانيزم من ناحيه ويمسك في الماكروفيج في الاف سي بورشن بتاعته، يقوم يساعد الماكروفيج انها تريكوجنايز الباثوجين، يعني بيهلب او بيفاسيليتيت الفاجوسيتوسيس. الفاسيليتيتد فاجوسيتوسيس زي ما قلنا قبل كده اسمها اوبسونايزيشن، هنشوفها دلوقتي بالتفصيل تاني. يقدر يعمل اي دي سي سي؟ نعم، وهو الانتي بودي الوحيد اللي يقدر يعمل التو فانكشنز دول الاوبسونايزيشن والاي دي سي سي. علم ليه الاي جي جي هو الاونلي انتي بودي اللي يقدر يميديت الاوبسونايزيشن او الاي دي سي سي؟ عشان هو الاونلي انتي بودي اللي فيه ريسبتور للاف سي بورشن بتاعته على سطح الماكروفيج والناتشر كيلر سيل. يا فادي ركز يا فادي. له علاقه بالمص سيلز؟ لا، ده الاي جي اي هو اللي بيعمل الديجرانيليشن زي ما هنشوف، يبقى ملوش علاقه بالمص سيلز. طب ايه بقيه صفاته؟ لو خرج بره البلاد فيسلز، لو خرج البودي فلويدز، يقدر يعمل نيوتراليزيشن لو شاف فيروس؟ نعم. ولو شاف توكسين؟ ايوه. يعني يقدر يعمل الفانكشن بتاع النيوتراليزيشن؟ نعم. طب انا هستاذنكم عشان في ناس واضح ان في زحام وناس مش عارفين يشوفونا. اللي جنبه كرسي فاضي بقى ما حدش هيستغله، نشفت على الشمال بيه. اللي جنبه كرسي فاضي نشف كده شمال ويفضل كام موقع كده لزملائكم، معلش نتحمل بعض. اللي جنبه كرسي على شماله شف عشان نفضي اماكن للزملاء اللي مش لاقيينها. في حد يقدر يعدي لنا هنا؟ عبد العزيز فضي مكان اهو. اللي داخل ورا اهو في اماكن فضيت. اللي جنبه مكان فاضي يشف ياخد زميله جنبه بليز. خش الحضور هتلاقي دلوقتي في ورا كمان اللي جنبه كرسي فاضي شيفت يقوم يفضي مكان لزميله. يلا يا شباب في كرسي فاضي على شماله شيفت. يلا يا شباب اسرع شويه يا ولاد. اللي عايز يخش ورا احنا في اماكن فضيت ورا خالص اهي. يلا يا شباب اسرع هناك يا دكتور. يلا داخل بسرعه شويه. طيب مما تقدم بسرعه. يلا اللي داخل في هدوء ونكمل احنا. طيب يبقى عرفنا صفات الاي جي جي. طب مين يقول لي بقى الاي جي جي بيعمل كام فانكشن من الخمسه اللي درسناهم في اخر الحصه اللي فاتت؟ قلنا الاميونوبلوبلينز يقدروا يعملوا ها اجلوتينيشن او نيوتراليزيشن او اوبسونايزيشن او اي دي سي سي او كومبلمنت اكتيفيشن. نعم الاي جي جي بيعمل كام واحده من دول؟ بيعمل كلهم مش ما عدا
اضعافهم اقلهم الاجريجيشن. بصوا كده، لا احنا خلاص قعدنا بقى نركز يا شباب، نركز يا دكاتره، بصوا لي هنا. بص يا اولاد، لو بصيت على الكومبلمنت اكتيفيشن تلاقي يس بيعمل اوبسونايزيشن، نعم اي دي سي سي ايوه، نيوترونايزيشن اهي الاذر فانكشن. الاجلوتينيشن ما ذكرناهاش رغم انه بيقدر يعمل كروس لينكينج زي ما شفنا في اصول الحصه اللي فاتت، لكنها وظيفه ضعيفه بالنسبه لي. الاقوى مين في الاجلوتينيشن؟ الاي جي ام. ليه؟ هتشوفوا دلوقتي. طيب لانه بنتمل، تعالوا اللي جه متاخر ما تابعناش، احنا شرحنا الاي جي جي خلصناه. يا دكتوره يا دكتوره يا دكتور، بص بقى انا هشرح دلوقتي الاي جي ام، ارجوك اللي جه متاخر وانا بقول كل صفه من صفات الاي جي ام يضرب بعينه كده شمال ويشوف علاقته ايه بالاي جي جي. وده كان احد اسئلتنا في الكومباريزون، كومبير بين الاميونوجلوبولين جي والاميونوجلوبولين ام. تعال نشوف الاي جي ام شكله ايه بقى. بنتاميريك، بنتاميريك يعني خمس وحدات من الفور بولي بيبتايد تشين مش وحده واحده. خلص ايهاب عشان اتحرك، صورت عادي ماشي. يلا بص يا اولاد، انا همسح دي خلاص. اللي جه متاخر في النهارده الساعه 2 مراجعه الايمونولوجي من شابتر 11 ل 14 زائد مراجعه شابتر 6 و7 اللي ما لحقناش نراجعها يوم السبت. ويوم السبت اللي جاي من 8 ل 12 في مراجعه للعملي بشكل جنرال. بس شكرا. النهارده من الايه مفتوحه بقى لحد ما ربنا ايه ييسر لنا ونخلص. ملهاش ليميت يعني. بص يا اولاد، الاي جي ام هيبقى بنتاميريك، حتى بعض المراجع يوصفوه على انه ستار شيب، يعني عامل زي النجمه اهو، ادي اهو بصوا كده. بنتا يعني خمسه، نركز بقى، خمسه يونتس ماسكين في بعض عند الاف سي بورشن بتاعتهم، والفاب بتاعتهم بتبقى فري كده، يعني عندهم 10 فاب، 10 انجن بايندنج سايتس اهي. طالما طلبنا اكتر من يونت يمسكوا في بعض يبقى لازم يكون في تشين ماسكاهم في بعض كده، تشين مدوره هنا كده اسمها جويننج تشين، ويرمز ليها بالرمز جي تشين. وحتى بيبقى في اس اس بوند برضو بين الكونستنت بورشن او ذهبي تشينز المتجاوره، يعني داير داير كده، كل بولي بيبتايد تشين من الهيفي الحته الكونستنت بتاعتها ماسكه في الـ في 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 التشين اللي جنبيها باس اس بوند. ده اللي بيربط الخمسه يونتس ببعض، ويبقى ليه 10 انجن بايندنج سايت. تعالوا كده نرجع للجدول. بص كده نعم، انا اولا مش هعرف اوصل هنا مره، مش هعرف للاسف اوصل الناحيه. انا عملت موعد ثالث امبارح كان رايق قوي، كلكم واضح انكم عملتوا شيفت اليوم الاثنين وزنقتوا الاثنين والحد كان رايق، فيعني احنا كنا موزعين نفسنا كويس وكانت الناس بتقعد مرتاحه. اقدر اعمل ايه اكتر من كده؟ في ناس قاعده هتخطاهم ازاي؟ غير انت مكانك، روح يمين شويه شمال شويه. انا مش هقدر عشان كل واحد واقف ورا عمود اشرح 3 4 10 مرات واسف. ممكن هي تيجي تقعد هنا. الاي جي ام، الاي جي ام ثالث ثالث اكتر. في ناس برضه بتتكلم وبتشوشر على زمايلها، يا دكتور ركز معايا. الاي جي ام ثالث اكتر انتي بودي في السيركيليشن، يمثل من 8 ل 10. طب ثالث ليه؟ لان في واحد 75% اهو، وفي واحد من 15 ل 20% اهو، وفي واحد من 8 ل 10%. نركز، يبقى 8 ل 10% يعتبر الثالث في الترتيب من حيث الكميه بتاعته في السيركيليشن. 8 ل 10% ملوش سب كلاسز، ملوش سب تايبس، مفيش اي جي ام 1 و2. بنت امريك يعني معمول من 5 يونتس اهو، زي الشكل اللي احنا عاملينه ده بنتاميريك، يعني 5 يونتس يسموه ستار شيب زي ما انتم شايفين. طالما بنتاميريك يبقى كبير حجما قوي، صح؟ تعال احسب الموليكولار ويت بتاعه كده. احنا لما حسبنا المره اللي فاتت قلنا المونوميريك هيوصل له حوالي 160 170 الف، صح؟ اضرب في خمسه واحسب ضيف عليهم الجويننج تشين، يخش في 900 الف الى مليون الموليكولار ويت بتاعه، فيبقى كبير قوي بحيث انه ما بيخرجش بره البيسلز في الغالب. فبص كده حجمه الكبير كونه بنتاميريك جعله مينلي كونفاين تو ذا بلاد، مينلي يعني قاعد جوه البلاد بيسلز في الغالب، نادرا لما يعرف يخرج بره البلاد.
طيب عنده اكسسوارز في الاستراكشر بتاعه؟ نعم، عنده جيت تشين اللي هي اختصار كلمه جويننج تشين عشان تربط الخمسه يونتس ببعض. خد بالك قلت لك وانت دايما بص على اي جي ام كده اضرب عينك شمال وقارن بينه وبين الجي ده 75% ده 8 ل 10%، ده 4 سب كلاسز، ده ملوش سب كلاسز، ده مونوميريك ده بنتاميريك. وما ترتب على المونوميريك والبنتاميريك اللي ده عنده الفيلنس بتاعته باي فيلنس، يعني عنده 2 فاب بس لكن ده عنده 10 فاب، يقولوا عليه ديكا فيلن، يعني عنده 10 فاب، ده سمولر وده لارجر. ولو عايز بالارقام ده 160 170 الف موليكولار ويت، ده 900 الف الى مليون. ده ما عندوش جويننج تشين، ده عنده جويننج تشين. طب وات اباوت البيولوجيكال بروبرتيز؟ اذا كان الاي جي جي هو المين انتي بودي في البرايمري اميون ريسبونس، فالاي جي ام هو المين انتي بودي في السكندري اميون ريسبونس. اسف بالعكس، الاي جي ام هو المين في البرايمري ريسبونس والجي هو المين في السكندري. طب البلاسينتا ترانسفير الاي جي ام مش بيكروس البلاسينتا، مش بس عشان كبير، الكبير يعوق ما يعرفش يعدي من البرينزل بسهوله، لكن عشان ملوش ريسبتورز على البلاسينتا تيشو. طيب ملوش دعوه بالكم سوري اقوى في الكومبلمنت اكتيفيشن من الاي جي جي، لكن ملوش دعوه بالاوبسونايزيشن ولا الاي دي سي سي. لحد دلوقتي من الصوره اللي انا رسمتها يقدر يفسر ليه الاي جي ام ما بيعملش ولا اوبسونايزيشن ولا اي دي سي سي ولا دي جرانيوليشن، ملوش علاقه بالسيلز. ايوه عمر، الاف سي بتاعته مشغوله، مشغولين ببعض، مرتبطين ببعض الجويننج تشين، هيمسكوا الريسبتور على سطح الخليه ازاي؟ اهو شفت الامور بسيطه قوي لما تفهم الدنيا. خمسه يونتس الاف سي بورشن بتاعتهم بيشتغلوا انهم يجوين بعض عشان يديني المولكيول من الاي جي ام البنتاميريك دوت. فعندما انشغلت الاف سي بورشن ما يقدرش يمسك في اف سي ريسبتور على سطح الخلايا. وبناء عليه لكن يفكس الكومبل يمسك هنا في الدومين اللي اسمه سي اتش 2. هتشوف دلوقتي لما ناخد الكومبل من دلوقتي هتشوف ان الكومبل يمسك في الجنب هنا كده، لكن مش بيمسك في طرف الاف سي بورشن. فده التفسير انه ما بيقدرش يعمل اوبسونايزيشن، ما بيقدرش يعمل اي سي، ما بيمسكش في اي خلايا. تمام، بص كده بقيت الفانكشنز. بقيت الفانكشنز يا شباب، هقول معلومه غايه في الاهميه. هو ما بيقدرش يكروس البلاسينتا صح؟ ودي هيترتب عليها حاجتين، زي ما كان لما الاي جي جي بيكروس البلاسينتا ترتب عليها حاجتين، كون الاي جي ام مش بيكروس البلاسينتا ترتب عليها حاجتين ايضا. نمره واحد، الاي بي او سيستم زي ما داليا بتقول كده، مش فاهم يعني ايه الاي بي او سيستم. لو بصيت للار بي سيز اهي، ريد بلاد سيلز، اتفقنا ان قد يكون عليها انجل اسمه ايه، يبقى انت بلاد جروب ايه. طب ولو عندك انجل اسمه بي، يبقى انت بلاد جروب بي. طب ولو عندك الاثنين، يبقى انت ايه بي. ولو ما عندكش ولا واحد فيهم، يبقى انت او. كلام خدتوه قبل كده وفاهمينه، اللي هو البلاد جروب صح. حلو، الانتي بوديز اللي ضد البلاد جروب انجلز اللي هو الانتي اي انتي بودي والانتي بي انتي بودي بيكون من نوع الاي جي ام. يبقى كونه مش بيكروس البلاسينتا يبقى الحمد لله مفيش بين الام وابنها مشاكل هتحصل لو اختلفوا في البلاد جروب. الام وابنها لو اختلفوا في الار اتش يحصل مشاكل صح؟ لكن لو اختلفوا في البلاد جروب ما يحصلش مشاكل. ليه؟ لان تعالى تخيل كده معايا، لو ام بلاد جروب او وجوزها بلاد جروب اي بي، كان ولادها هيبقوا ايه؟ اي بي، لان الاي والبي دوميننت مش كده؟ طب لما الايه كل ابن بقى يتولد يبقى يا ايه يا بي. الام الاو اساسا حتى مش هتستنى اول حمل. البني ادم تيبو حتى وهو قاعد دلوقتي اللي لسه ما اتجوزتش والشاب والصغير والطفل، اذا كان بلاد جروب او يبقى عنده في السيرم بتاعه انتي بودي ضد الاي والبي. توها افكركم، الشخص فيكم اللي بلاد جروب اي بيبقى عنده انتي بي انتي بودي، واللي بلاد جروب بي بيبقى عنده انتي اي انتي بودي، والاو بيبقى عنده بود انتي اي وانتي بي انتي بودي. فلو تخيلت واحده ست بلاد جروب او يعني عندها انتي اي، يا عمر انتي اي يا عمر هناك يا عمر، واحده ست بلاد جروب او يبقى عندها انتي اي وانتي بي صح؟
اتجوزت واحد اي بي او اي او بي، الولد طلع لابوه طلع اي او بي. طيب ما ساعتها كان بقى لو الانتيجود اللي ضد البلاد جروب انجز من نوع الاي جي جي كانت عدت البلاسينتا من اول حمل بقى المرات، مش هستنى لما اول حمل يعدي سليم كمان، وكان حصل اريسترو بلاستوزيس في دارس اذا الام اختلفت عن ابنها في البلاد جروب. يا على النعمه الهديه اللي ربنا اداها لنا واحنا مش حاسين بيها. واحد يسالني يقول لي ايه اللي في كده نعمه؟ اقول له 45 الى 50% من البوبوليشن بلاد جروب لو نصهم ستات، فلو تخيلت ان عندك ربع سكان العالم بلاد جروب او، الربع الفيميلز دول لما يتجوزوا مين بقى اي او بي او اي بي كانوا ولادهم الدبدب مات، حصل ايه؟ ما عندهمش عيال. شوف نعمه ربنا. هتقولي طب ما هو لو ربنا عمل كده في بلاد جروب ليه ما عملش كده في الار اتش؟ اخدتوا نسبه الار اتش بص قد ايه في البوبيليشن؟ الفيسيولوجي قال لكم 85% صح؟ فاكرين الرقم ده ولا مش فاكرين؟ الرقم ده مش دقيق. الرقم ده اللي درس لكم ده كده انتوا كنتوا في اولى وثانيه السنه اللي فاتوا اللي قبليها صح؟ كون لحد دلوقتي لسه بيقولوا ان الار اتش بوزيتيف 85% يبقى الرقم ده مش دقيق. لانه اتقال لنا لما انا كنت في اولى طب. شوف انا كنت في اولى طب من بتاع 6 7 سنين يعني مش ممكن كل ده يكون النسبه ما اتحركتش يعني. مالي 50 60 سنه ها والرقم ثابت، اتقال انه 85% على ايامي. طب هو كان المفروض يتحرك الى ايه؟ ان الماجوريتي البوست بتاعي ده صح؟ لما يكون 85% من البوبيليشن بوزيتيف وعمالين يتجوزوا بعض ويتناسلوا ولادهم يطلعوا بوست لان البوست هو الدوميننت، يبقى مع الوقت هلاقي ال 85% تتحرك لفوق تزيد تبقى 90 تبقى 95. فلو افترضنا ان سكان العالم دلوقتي الار اتش بوزيتيف انديفيدوالز وصلوا 90% انا راضي ب 90% يبقى في 10% ار اتش نيجاتيف. لو قسمناه ايكوالي بين الميلز والفيميلز يبقى في 5% بس من الدنيا ار اتش نيجاتيف. طيب ما هو جايز؟ جايز تعنس وما تتجوزش وده وارد مش كده ولا ايه؟ يبقى الحمد لله رايح حته ما عندناش مشكله في الار اتش يكون بتعمل. جايز تتجوز واحد ار اتش نيجاتيف زيها يبقى ما عندناش مشكله. جايز تتجوز واحد ار اتش بوزيتيف ويموت في حادثه ولا حاجه الحمد لله. جايز تتجوز واحد ار اتش بوزيتيف ها وما تخلفش، مش كاتب لها تخلف حد فيهم عنده انفيرتيليتي ولا ستيريليتي ولا ماشي الحمد لله. جايز تخلف اول عيل ويعدي عادي ماشي، والوقت بقى فيه حقنه انتي ار اتش بتتاخد بعد اول حمل يبقى ما بقتش مشكله. يبقى ربنا يعني خلى الار اتش يبقى فيه كومبتابيليتي لان القصه دايلوتد قوي بسيطه قوي بنتعلم منها وعرفنا نحلها. لكن لو كان الاي بي او هو اللي بيحصل منه ايه كومبتابيليتي كانت بقت المشكله اقوى واصعب. في حد مصر يتكلم؟ ارجو الهدوء وتجاوبني على السؤال ده، اللي بيتكلم كده ركز وتجاوبني السؤال ده. طيب ربنا عشان يخلي الانتي بودي اللي ضد البلاد جروب انجز يبقوا دائما اي جي ام، يعني هو ده الهدف. بصوا كده ربنا رايد بينا خير، عايز الانتي اي والانتي بودي يبقوا اي جي ام على طول. على طول يعني ايه؟ مش انت خدت ان في برايمري وسكندري ميون ريسبونس قدامك اهو. لو واحد خد بلاد ترانسفيوجن دلوقتي ببلاد جروب ايه؟ هيكون اي جي ام ضد بلاد جروب ايه؟ نعم. طب لو حصل له بلاد ترانسفيوجن مره ثانيه ببلاد جروب ايه ومن نفس الشخص، مش ده هيبقى المفروض سكندري اكسبوجر؟ هيبقى سكندري ريسبونس؟ ايه رايك؟ يكون اي جي ولا اي جي ام برضه؟ ام برضه. شفت؟ يبقى الهدف ربنا عايز الانتي بودي ضد بلاد جروب يفضل اي جي ام على طول مش كده؟ ازاي ربنا يحقق لك الهدف ده؟ ازاي ربنا يحافظ لك على النعمه دي؟ الشاطر فيكم اللي يجاوب لاننا خدناها. ايه؟ ايوه مين اللي بيقول؟ حد نطق ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك لك. سهام مشكوره اسلجت قلبي وقالت يبقى الانتيجين اللي بيستيموليت الانتي بودي دوت يكون تايمس اندبندنت. يا سلام على الشطاره. شفت بقى هي عالمه وفوق كل ذي علم عليم. ربنا العليم. بصوا القصه بدات قصه تخليك تقشعر. القصه ربنا عايز الانتي بودي اللي ضد
البلاد جروث انجنز يبقوا اي جي ام، ومش عايزهم ابدا يتحولوا لاي جي جي. يبقى لازم الانجن اللي يعمل لهم برودكشن يكون تايمس اندبندنت. يقول ربنا يخلي هذا الانجن تايمس اندبندنت، يعني يخليه الكيميكال نيتشر بتاعته تبقى ايه؟ بولي ساكرايد اللي بيقول كده شاطر ويعلي صوته. البلاد جروب انجنز الاي والبي ار كربوهيدرات، بولي ساكرايد النيتشر يبقوا يتعاملوا في الجسم على انهم تايمس اندبندنت، يقوم يستيموليت دائما اي جي ام، يقوم الاي جي ام ما يعديش البلاسينتا، يقوم ما يحصلش مشكله بين اختلاف الام عن ابنها في البلاد جروب. شفت حته نعمه بقى؟ ها؟ اللي يدركها لازم يقوم الصبح كده يحمد ربنا عليها. وبعدين البنات بالذات يحمدوا اكتر بقى، ليه؟ كان ممكن يبقى البنت مثلا في ولد في بينها وبين ولد علاقه، وتفضل علاقه ممتده سنين، وبعدين تبدا تقول له والله انت مش ناوي تجيب بقى بابا وتيجي، يقوم يقول لها بس في سؤال، وانت انا نسيت اسالك طول فتره علاقتنا دي انت البلاد جروب بتاعتك ايه بالظبط؟ تقوم تقول له اوه، يقول لها اخ معلش مالناش نصيب بقى. ليه؟ يقول لها اصل احسن الاولاد اصل ايه ولا ايه بي ولا بتاع، لا ما ينفعش ببعض. تقوم جايباه من قفاه بقى تقول له لا تعالى ده احنا واخدنا، ده لسه مكتوب مالي عليها اهو اهو، مفيش بلاد جروب انكومباتبيلتي. ما كنتش تجيب ابوك وتيجي هجيب انا ابويا ونيل. يعني اذا كان مشكلك مشوار احنا هنوفر عليك المشوار. اهو البنت تحمد ربنا مش هيعرف يخلع بالقصه دي خالص. ايه الميزه الثانيه؟ لان الاي جي ام مش بيكروس البلاسينتا. لو بيبي اتولد ولقيت عنده اي جي ام اجينست اي اورجانيزم، يعني مثلا اي جي ام ضد الحصبه الالمانيه، يبقى البيبي ده جاب الاي جي ام ده منين؟ تعال فكر كده معايا. ولد لسه مولود خدنا منه سيره، كنا شاكين ان الام تكون جالها حصبه الماني اثناء الحمل ولا حاجه. مش معنى حصبه الماني في المثال اللي بقوله لك ده، لان دي مثال حقيقي. الحصبه الجيرمان اللي هي الروبيلا بتعمل كونجنتال ابنورماليتي. فانا عشان اطمن على البيبي ده، لو امه كانت جاب لها حاجه مشتبه انها جالها حصبه الماني اثناء الحمل، اول ما يتولد اخد منه عين السيره واشوف عنده هل اي جي ام ضد الروبيلا ولا لا. ماذا لو لقيت عنده؟ يبقى ايه مصدره في الاي جي ام؟ جابه منين؟ من امه. اذا كان الاي جي ام مش كروس بلاسينتا يبقى جابه من الام ازاي؟ من الاب. جابه من الاب ازاي؟ بتعدي من البلاسينتا. الاي جي ام مش بيعدي البلاسينتا، هو المرض. يبقى الولد كونه بنفسه. انا عايز مصدر الاي جي ام. ده الولد كونه بنفسه ان الريسبونس تو ايه؟ الفيروس. يبقى الفيروس وصل له اثناء الحمل، لان الفيروس الروبيلا من الفيروسات اللي بتعدي البلاسينتا. تاني، يبقى معنى، بص اهي مكتوب عندك ايه؟ معنى وجود اي جي ام عند النيولي بورن معناها ان البيبي ده حصل له انترا يوتراين انفكشن. اهو افتكر كده، مش انت بتلاقي بعد الولاده في الافلام الدكتور ماسك البيبي من رجله كده وقلبه دماغه تحت وعمال يخبط على ظهره؟ ده بيقرره. ده عشان تبقوا فاهمين الافلام بس، بيقرره. جبت الاي جي ام منين؟ واتبط على ظهره والراجل يعيط يصرخ. ما اعرفش. طب جبته من امي. امك ليه يا كذاب؟ ده ما بيعديش البلاسينتا كده. ابوك وصله لك ازاي؟ طاخ لحد ما يعترف وفي الاخر يقول له اقول لك يا باشا انا اللي كونته بنفسي. كونته بنفسك ليه؟ يقول اصل ايه فيروس عداني اسمه روبيلا رحت مكون الاي جي ام. ادي الافلام اللي انتم مش فاهمه مش فاهمينها. كل حصه كده هحكي لكم فيلم. هقول لكم معلومه ومستني سؤال خطير. اخر وظيفه للاي جي ام ان ممكن يشتغل اس بي سيل ريسبتور. مستني سؤال خطير. ايوه برافو عليك يا داليا. لما انت عمال تقول لي بنت ملك والاف سي مشغولين، امال ازاي الاي جي ام بيقعد على سطح الاماتيور والماتيور الليمفوسايت عشان يشتغل اس بي سيل ريسبتور؟ هذا هو الاكسبشن الوحيد. برافو عليك. اللي فيه الاي جي ام ممكن يبقى مونوميريك. اهو بص كده، لو بصيت للبي سيل مره ثانيه، بصيت على البي سيل ريسبتور اللي كان موجود على سطحها، كنت هلاحظ ان البي سيل دايما كده اهي، وبنرسم الاي جي ام على سطحها مونوميريك. دي حقيقه. اثناء الماتيوريشن اوف بي سيلز بتصنع جواها اي جي ام، تاخد فردة واحدة بس منه، مونوميريك بس منه، تحطها على السطح، لأن أنا كريسبتور مش محتاج إنه يبقى بنتاميريك. فده الإكسبشن الوحيد اللي فيه الأي جي إم ما بيبقاش بنتاميريك، بيبقى
يبقى مونوميريك عشان تعرف الاف سي بورشن بتاعته تمسك في البي لينفوسايت وتشتغل اس بي سي ار اس بي سيل ريسبتور. نروح لثالث انتي بودي مولكيول عندنا اسمه الاي جي اي. الاي جي اي يا شباب لقينا منه نوعين، نوع اسمه سيرم اي جي اي، ده لقيناه موجود في السيركيليشن كتير قوي. ثاني اكتر انتي بودي في السيرم يمثل لوحده حوالي اهو من 15 ل 20%. أمن قلة نحن يا رسول الله؟ هل الاي جي اي سيرم قليل؟ قالوا لا كثير، ولكن ايه بقى؟ غثاء كغثاء السيل، ملوش وظيفة. اهو الاي جي اي اللي موجود في السيرم كتير كمل ملوش وظيفة، او استغفر الله العظيم عشان ما تجوزش احنا نجهل وظيفته. ربنا ما بيخلقش حاجة ما لهاش وظيفة. فاحنا زي ريداندنت كده، احنا سايبين لكم، احنا سايبين لكم انتوا، سايبين لكم انتوا تلاقوا وظيفة. ما احنا لازم نسيب لكم حاجة لو احنا عرفنا كل حاجة ووصلناها لكم، ما انتوا هتبحثوا في ايه؟ اليكم اريا هي ما احناش عارفينها بنجهلها، سيرم اي جي اي مونوميريك ومش عارفين له وظيفة. خلينا نكون اكثر دقة وتأدبا مع الخالق. سيرم اي جي اي احنا مش عارفين له وظيفة، لكن السكريتوري اي جي اي انتبه كده دايميريك. دايميريك يعني لما اجي ارسمه ارسمه ازاي؟ اهو تو يونتس، ادي يونت اهي وادي يونت اهي، من الفور بولي بيبتايد تشينز تو يونتس، يبقى لازم يكونوا ماسكين مع بعض بجويننج تشين. نعم ماسكين مع بعض بجويننج تشين، يبقى دايميريك، ويبقى الاكسسوارز بتاعته هلاقي عنده جويننج تشين. انا تركت لكم موضوع بحثي انكم تبحثوا عشان تعرفوا وتعرفونا وظيفه للسيرم اي جي اي. ارجو ما حدش النهارده مثلا يكون مواعد صحابه ويكون سهران على كافيه ولا حاجه ويشيش في دماغه قاعد تتقل، يقول لي بس انا لقيت وظيفه بكره. اقول له ايه بقى؟ يقول لي بص مش السيرم اي جي اي مونوميريك؟ اقول له اه. يقول لي كل اثنين يمسكوا في بعض يبقوا دايميريك، يعدوا الممبرين يبقوا سكريتوري. اقول له الحجر ده كان متاكد كان فيه ايه بقى؟ الحجر بتاع امبارح ده دي تشيشه وتحشيشه. في ناس قالوها، انا مش بقول لك كلام من الفراغ. في ناس اخطر شيء في العلم انك تفتي، ها من افتى بغير علم فقد ضل واضل، ها من افتى بغير علم، يعني احيانا من قال لا اعلم فقد افتى، مش كده ولا ايه؟ اللي يقول ما اعرفش يبقى افتى على الاقل، ما ضلكش، هتروح تدور على فتوى صحيحه. لكن اللي هيفتي بدون علم اوعى اوعى تتجرأ على الفتوى في العلم او في الدين او في اي حاجه. بص يا سيدي اهو، بص هنا، الطب دلوقتي اسمه ايفيدنس بيست ميديسين. اي معلومه مغلوطه عايزني اصدقها اديني عليها دليل، لو ما ادتنيش دليل تبقى مسؤوليتك، يبقى ما تطلبش مني اصدقها. تعال نشوف السكريتوري اي جي اي بيتكون فين وازاي. هفترض معاك انها جي اي تي، حته من الانتستين اهي، يبقى ده الميوكوزا اللير او الانديبيديال سيلز بتاعت الانتستين، ويبقى هنا اس سي سب او الاس ام سب ميوكوزا، وهنا ده اليوم النفسي التجويف بتاع الامعاء. حلو قوي. لقينا لو في اورجانيزم فيروس بكتيريا وات ايفر باثوجين دخل الانتستين ودخل على الصاب ميوكوزا، يقوم ده يستيميليت بي لينفوسايتس موجودين في الصاب ميوكوزا، خدنا اسمهم قبل كده، مش موجودين في كبسوله، مش اورجانيز سكاتر، يبقوا ايه؟ مالت، يبقوا قاعدين مالت، قاعدين مش جوه ليمف نود ولا جوه، اسمهم مالت يعني ميوكوزا اسوشيتد لينفويد تيشو. عرفت ليه امتى؟ بنديك معلومه عشان هنستغلها اهو. يقوم الميوكوزا اسوشيتد لينفويد تيشو اللي عندهم بي لينفوسايت يتعرفوا على الانجن، يقوم يحصل لهم ثلاث كلمات الساحر. اكتيفيشن على فين يا روبرت؟ اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن، وينتجوا الاي جي اي لوكالي هنا في الصب ميوكوزا، والاول ينتجوه في شكل مونوميريك في الصب ميوكوزا، ثم كل اثنين اي جي اي يمسكوا في بعض يبقوا دايميريك اهم،
بص كده الحته اللي جايه دي مهمه قوي. يقوم في نفس موضعهم في الصبن الجوزه يكتسبوا قطعه بروتين في المكان ده اسمها سكريتوري بيس. هذه السكريتوري بيس تمكنهم من حاجتين: واحد يترانسفير يعدوا الابيثيليال سيلز عشان يخشوا على اليومن يتفرزوا مع السكريشنز، اثنين تحميهم من الدايجستيف انزيمز اللي موجوده في هذا المكان. نقول كمان يبقى انا عندي اثنين اي جي اي مش واحد. واحد في السيرم اسمه سيرم اي جي اي ده مونوميريك، واكد لك لحد النهارده احنا بنجهل وظيفته. اللي بيخرج على الاسطح اسمه سكريتوري اي جي اي ده دايميريك، ملوش علاقه بالسيرم اي جي اي، مش ده الاوريجين بتاعه. ليه؟ لانه بيتكون لوكالي في الصب ميوكوزا منين؟ من السكاتر دي لينفوسايتس اللي اسمهم مالت ميوكوزا اسوشيتد لينفويد تيشو. يتكون الاول في شكل مونومير، كل الدنيا يمسكوا في بعض يبقوا دايميريك، يبقى عندهم جويننج تشين، يكتسبوا قطعه في قلبهم كده في نصهم اسمها سكريتوري بيس، تمكنهم من حاجتين: واحد انهم يعدوا الابيثيليال لير ويخرجوا في اليومن يبقى بيتفرزوا مع السكريشنز، اثنين طالما بقوا في اليومن يعني معرضين للدايجستيف انزايم والبروتيليتيك اكتيفيتيز، يقوم السكريتوري بيس دي تحميهم من ان يحصل لهم بروتيوليسيس او دايجيشن. مما تقدم يبقى الاي جي اس سكريتوري موجود فين؟ ها مين اللي يستنتج؟ موجود في السكريشنز. يعني موجود فين؟ ايه وظيفته؟ فين؟ او نطلع فوق شويه فين اهو. يبقى الاي جي اي موجود في السكريشنز ابتداء وانت نازل كده من شعر راسك لرجلك كده، موجود في الدموع، في التيرز، في السلايفا، في الكولوسترم، في البريست ميلك. في البريست ميلك يبقى الام بتدي لابنها بس بتدي بطريق اخر غير البلاسنتا، باللاكتيشن بتدي له سكريتوري اي جي اي عن طريق الرضاعه، يعني مش سايباه برضه عماله ايه تحاول تديله تشحن له رصيده من الايمونولوجي يعني من الايمونولوجي. طيب ملوش دعوه بالبلاسنتا ترانسفير، ملوش دعوه بالكومبلمنت اكتيفيشن، ملوش علاقه بالسيلز، لكن بص هنا له علاقه انه بيخرج مع السكريشنز على سطح الجسم، يبقى هو اللي مسؤول عن وظيفه مهمه جدا اسمها نيوتراليزيشن. يعني ايه نيوتراليزيشن اللي خدناه في اخر الحصه اللي فاتت؟ نيوتراليزيشن يعني لما امسك هنا يمسك التوكسين ماشي، بس الاولى انه يمسك ايه طالما على السطح؟ الاورجانيزم لسه ما طلعش توكسين، ها يمسك في الاورجانيزم نفسه ويمنع الاورجانيزم من الوصول للريسبتورز، يقوم يمنع الانفكشن. بصوا هنا خارج يعمل نيوتراليزيشن، يعني معنى كلمه نيوتراليزيشن اللي خدناها الحصه اللي فاتت يعني يمنع الانفكتيفيتي، مش التوكسيستي بقى هنا، هيمنع الانفكتيفيتي، يمنع الفيروس او البكتيريا من انهم يوصلوا للريسبتورز بتاعتهم، يبقى بيمنع الانفكتيفيتي يعني بيحمي البيوكس لايرز بتاعتك. وقلنا بيخرج مع البريست ميلك يبقى بيدي مناعه باسف، دي وظائف الاي جي. نروح للاي جي اي. اهو الاي جي اي موجود بنسبه تريس، مش لازم تحفظ الارقام. واحد في ال 100,000، من كل 100,000 ايمينوجلوبولينز تلاقي واحد اي جي اي. يعني نقول تريس ومن رايح دماغنا بدل الارقام الصعبه دي. ملوش سب تايبس ايضا. مونوميريك، استنتج انه بايفيلنت واستنتج الموليكولار ويت بتاعه انه زي الاي جي جي تقريبا. كلمة اكسسوري دي لما بقول نو، الاكسسوري هي لو كان اكتر من يونت يبقى محتاج جويننج تشين، ولو كان سكريتوري يبقى محتاج سكريتوري بيس. دي الاكسسوريز اللي احنا قصدناها هنا في الجدول. يبقى ملوش اي اكسسوريز، هو جاست مونوميريك. هو الانتي بودي اوف انافيلاكسيس بيوصفوه كده. الانتي بودي لو زاد في جسمك ممكن يعرضك للانافيلاكتيك رياكشن. ليه؟ بص كده افضل ماشي كده لحد ما تلاقي الاجابه اهو. هنا في يس، امشي كده الاقي يس دي ايه؟ لو ريسبتورز على سطح الماست سيلز والبيزوفيل. يبقى لما بيمسك بديله بيلعب بديله بيمسك بالاف سي بورشن بتاعه في الماست سيلز والبيزوفيل، يقوم يخليهم يحصل لهم دي جرانيوليشن، يقوم يحصل ريليز اوف هيستامين اند فارماكولوجيكالي اكتف ميديتورز، يقوم يحصل انافيلاكتيك شوك. سؤال مهم جدا دايما احب اساله، اذا كانت دي يعني انت ذكرتها كما لو انها المين فانكشن صح؟ الانتي بودي اوف انافيلاكسيس. السيت ولا الغنى، هو الشهره ليه كده؟ طب يا ترى معلش برضه عشان نرجع كده نشوف، ربنا خالق انتي بودي مخصوص عندنا كلنا عشان ياذينا؟
ولا خلقوا الاول الفانكشن، لكن عند بعض الناس ممكن يبقى اكسجريت له يزيهم. يبقى ده المنطق، طالما انه اساسا مخلوق لفانكشن ادور على الفانكشن اهي. والفانكشن قلناها قبل كده هو المين انتي بودي في البارازيتيك انفكشن. لما يكون عندي بارازايت تو لارج تو بي انجلفد، عرفنا هنتعامل معاه ازاي. يطلع له اي جي اي، والاي جي اي يروح يمسك فيه ويبعت يجيب ايزينوفيلز. ثم الايزينوفيلز ما بتقدرش تبلع لان البارازايت كبير، تقوم رش عليه التوكسيك جرانيولز اهو، يبقى بيتريجر الايزينوفيلز تو ريليز التوكسيك جرانيولز بتاعتهم على البارازايتس اللي يبقوا تو لارج تو بي انجلف. كلام سهل. اما الاي جي دي فالمعروف عنه موجود بتريس اماونت برضه حوالي بالكثير 1% في السيركيليشن ومونوميريك، ومش عارفين له اي وظيفه غير وظيفه واحده. تصادف ان احنا واحنا بناخد البي لنفوسايت كده عرفناها، انه في الماتيور بي لنفوسايتس ممكن يشتغل اس بي سي ار، بي سيل ريسبتور اخر. بس ادي قصه الاميونوجلوبين الفايف ديفرنت اميونوجلوبين. نعم اي سؤال؟ حد له اي سؤال؟ نعم. في ناس بيعتبروها وفي ناس يعني مش بيردوا يدخلوها اي دي سي سي. اللي بيعتبرها اي دي سي سي يبقى هيجي عند الاي جي بي ويقول اسمه بيعمل اي دي سي سي. نعم. نعم. في البي سي ار نعم. استفدت ان يبقى عندي ريسبتور اي جي ان وريسبتور اي جي بي عشان يبقى لهم نفس الانجن. يتعاملوا مع نفس الانجن بس يدوا تو ديفرنت سيجنت، ومن خلالها تستشعر ان في تو سيجنالز وصلوا لها في وقت واحد. ده في حاله التايمس اندبندنت. بسم الله. فين الفايل بتاعنا؟ فين؟ هنكمل حالا بس بعد الجدول ده هنروح اسالكم سؤال. الحصه اللي فاتت خدنا خمس وظائف للايمينوجلوبولين صح؟ مش فاكرين؟ افكركم كده بالخمس وظائف اهو. نكبر الصوره. الفانكشنز اوف الايمينوجلوبولينز اللي خدناهم الحصه اللي فاتت كانوا اجلوتينيشن، نيوتراليزيشن، اوبسونيزيشن، كومبلمنت اكتيفيشن، واي دي سي سي. سؤال، هل كل الخمسه ايمينوجلوبولين كلاس من الجدول اللي شفته من صفاتهم، يعني انا ما رضيتش اقول لك المعلومه دي المره اللي فاتت، عايزك انت اللي تستنتجها، كل الايمينوجلوبولين كلاس بيعملوا كل الفايف فانكشنز دول؟ ما نمسك واحده واحده. الاجلوتينيشن، مين اقوى انتي بودي يعمل اجلوتينيشن؟ الاي جي ام اهو، لكن تو ليس اكستنت الاي جي جي ايضا يقدر يعملها. ماشي، استنى هحورهم لك كلهم على بعض. مين يعمل نيتراليزيشن؟ السكريتري اي جي اي لما بيخرج على السطح بيمسك في الفيروس والبكتيريا يمنعهم من انهم يمسكوا في الريسبتور، يبقى بيعمل نيتراليزيشن. ويليه الاي جي جي جوه الجسم، لكن الام لا، ليه؟ ما بيخرجش من الفيسل، يعني نيتراليزيشن لمين؟ طيب مين اللي بيعمل دي الاوبسونيزيشن؟ الجي بس، عشان هو اللي له ريسبتور على سطح الماكروفيل. ومين اللي بيعمل كومبلمنت اكتيفيشن؟ الام والجي، وان كان الام يبقى اقوى، هنشوفه دلوقتي معانا ان شاء الله. مين اللي بيعمل اي دي سي سي؟ الجي. وده يا لقطه حاجه مهمه في حاله البارازيتيك انفكشنز، الاي ممكن كمان، لكن خلي دي اكسبشن. تعال نشوف بقى اهو، يعني يا ريت تنقلوا السلايد ده مهم قوي. ادي الديفرنت ايمينوجلوبولينز، وادي الفانكشنز من الخمسه كل واحد يقدر يعمل ايه منهم. اهو نمسك مثلا مين؟ بدانا بالاجلوتينيشن مينلي الام وتو ليس اكستنت الجي، رحنا للنيوتراليزيشن السكريتري اي جي اي والجي جوه الجسم. السكريتري اي جي اي على الاسطح والجي جوه الجسم. الاوبسونيزيشن والاي دي سي سي الاي جي جي بس. اما الكومبلمنت اكتيفيشن الام والجي، وملحوظه عامه لو الام والجي اشتركوا في نفس الوظيفه يبقى الام اقوى، عشان بيشتغل بخمس ارواح، بيشتغل بنتاميريك بخمسه يونتس ب 10 فار. ادي توزيعه الفانكشنز
ويقابلها مينيمال هيموجلوبين كلاسز اللي مسؤوله عن كل فانكشن. اتفضل خلصني. هسالكم برضو سؤال تاني. اخدتوا زمان ان في حاجه اسمها برايمري وسكندري اميون ريسبونس، صح ولا غلط؟ مش خدوها ولا ما خدوهاش؟ حققها ولا مش حققها؟ خدوها. تمام. طالما خدوها تعالوا نفكر في المعنى بتاع الكلمتين اللي انتوا عديتوهم كده. ما اعرفش انتوا بتعدوا حاجات كده. واحد يتعرض لفيروس، ها سمي انت الفيروس اللي يعجبك، هيباتايتس بي مثلا، لاول مره في حياته راح بيكون ايه؟ يبقى مين المين انتي بودي اللي ضد الهيباتايتس بي انتي؟ مين الجلوبين اللي هيطلع في البرايمري ريسبونس؟ الاي جي ام، صح؟ هو متعرض للهيباتايتس بي مره ثانيه بعد كده ويحصل سكندري ريسبونس، مين المين انتي بودي اللي هيطلع؟ اي جي جي. طيب ايه العلاقه بين الاي جي ام اللي طلع ضد الهيباتايتس بي بالتحديد في اول مره وبين الاي جي جي اللي طلع ضد الهيباتايتس بي برضه في ثاني مره؟ ايه العلاقه بينهم؟ لازم يكونوا بيتعاملوا مع نفس الانجن، يعني لازم يكون عندهم نفس الحته الفاريبل اللي بيتعاملوا بيها مع نفس الانجن. امال ايه اللي اختلف؟ الحته الكونستنت. الامينو اسيد فين؟ ما كل الامينو جلوبين وكل الامينو اسيد. الحته الكونستنت هي اللي اختلفت، صح؟ طب تيجي نشوفها برسمه كده ملونه. بص يا سيدي، سيبك من العنوان دلوقتي، بص على الرسمه. سيبك من ان دوت ايه؟ افترض ان ده ام وان انا واخد فرده واحده منه. هو المثال اللي حكيته لك من شويه ده اي جي ام مثلا، افترض دي فرده من البنتامير بتاعه طالعه ضد الهيباتايتس بي في البرايمري ريسبونس، وده اي جي جي طلع ضد الهيباتايتس بي برضه في السكندري ريسبونس. يبقى ايه البلازما سيلز عملوا ايه بالظبط؟ ايه اللي البلازما سيلز عملته عشان تطلع مره اب وتطلع مره جي؟ ها غيرت ايه وحافظت على ايه؟ شوفوا سبحان الله، البلازما سيلز فاهمه الايمونولوجي اكتر منكم. البلازما سيلز فاهمه انها تتعامل مع نفس الانتجن، فقالت لك طالما هتعامل مع نفس الانتجن اسيب الجزء اللي بالابيض ده زي السيل، مش هنتعامل مع نفس الانتجن بس هغير الكلاس، يبقى اعمل ايه؟ اغير الاحمر ده خليه ازرق. ده اسمه ايمونوجلوبولين كلاس سويتشنج. يعني البلازما سيل بعد ما تبدا، مش احنا قلنا دايما الابن الكبير اسمه ايه؟ الابن الكبير اسمه البكري. البكري اسمه ايه بقى؟ اسمه الام، صح؟ الابن البكري الكبير دايما الاي جي ام. بعد ما البلازما سيل تطلع اي جي ام في الاول تتوقف وتشوف الافضل امشي في اني ريسبونس. لو لقيت ان اللي مطلوبه تطلع جي تعمل سويتشنج وتوقف تطلع ام وتروح تطلع جي. هنا محتاجه تعمل ايه؟ بصوا كده اهو، هتغير الكونستنت بارت اوف ذا هيفي تشين، الاحمر هتخليه ازرق عشان الام يبقى جي، لكن هتحافظ على الفاريبل بورشن اوف ذا هيفي تشين، الابيض ده تسيبه زي ما هو، وتحافظ على اللايت تشين كامله. ايه الداعي ان انا اغيرها؟ فيبقى الاجزاء البيضاء دي هنحافظ عليها زي ما هي، والكلاس سويتشنج معناه ان احنا هنغير بس الكونستنت بارت اوف ذا هيفي تشين. ليه؟ ايه اللي الجسم هيكسبه من وراء هذا التغيير؟ بص كده، نمره واحد، التغيير ده لم يؤثر على الانجن سبيسيفيستي، يبقى حافظنا على نفس السبيسيفيستي، هنتعامل مع نفس الانتجن اهو، لكن غيرنا ايه؟ غيرنا البيولوجيكال كاركترستكس، او احصل على بيولوجيكال بروبرتي افضل بالنسبه لي في هذا التوقيت. يا سبحان الله. تاني شفت التنظيم القصه ماشيه ازاي؟ الريسبونس يبدا باي جي ام، ثم البلازما سيل تاخد اشاره، هتعرف دلوقتي الاشاره خدتها منين، تقوم تعمل سويتشنج، وبدل ما كانت بتبروديوس ام تبروديوس جي. ليه؟ الجي هنا مطلوب اكتر. او اقول لك مثال اوضح جدا، البلازما سيل اللي موجوده في الصب ميكوزا بدات تطلع ام، وبعدين لقيت ان الانجن ده المفروض انه سوبرفيشال، يبقى الافضل هنا بدل ما اطلع ام اسويتش واطلع سكريتوري اي جي اي عشان يعدي ويخرج مع السكريشن، ثم نتوقف عن انتاج الام والبروديوس سكريتوري اي جي اي يقوم يخرج على السيرفيس يعمل الفانكشن المطلوبه وهي النيترلايزيشن. يا سبحان الله، مين اللي بيقول للبلازما سيل يا اولاد
مين اللي بيقول لها تعمل السويتشنج ده؟ مين الشخص اللي يفكر؟ مين الميموري؟ لا السيتوكاينز. السيتوكاينز انتوا ما شاء الله فيكم ناس هايلين. اسلكت قلبي السيتوكاينز. بص كده. طب ايه دليلك السيتوكاين ده؟ ايه دليل ان الكلاس سويتشنج ما بيحصلش مع التايمس اندبندنت انتي؟ يحصل بس مع التايمس اندبندنت. معناها ان دي هيلبر لما جم وطلعوا سيتوكاينز هم المسؤولين عن الكلاس سويتشنج. ليه السيتوكاينز اللي هتطلعها دي هيلبر في حاله التايمس اندبندنت ريسبونس؟ لو البي سيل بتريسبوند للتايمس اندبندنت انتي، مين السيتوكاينز اللي تتلقاها من دي هيلبر؟ اسمهم ايه؟ تلوكن 4 و5 و6 و10. بص كده، بص كده، انتوا كده وصلتوا للحل اهو. البلازما سيل تتوقف عن انتاج الاي جي ام وتشيفت تبروديوس اي جي اي اذا شاف الانترلوكن 5 وترانسفورمينج جروس فاكتور بيتا لبروديوس باي تي هيلبر 2. وتتوقف عن انتاج الاي جي ام وتشيفت انها تعمل اي جي اي لو شافت انترلوكن 4. وتتوقف عن انتاج الاي جي ام وتتجه لانتاج الاي جي جي اذا شافت 4 و5 و6. ومنتظر سؤال منكم لانكم مش بتعدوا الامور بسهوله. ها بص على الرسمه واسالني سؤال صعب. والله انا شايف 4 اتكرر، شايف 5 اتكرر. السؤال امتى يعمل ده وامتى يعمل ده؟ على حسب هو لوحده ولا مع كومباينيشنز معينه. فهنا ان كومباينيشن بين 4 و5 و6 يشتغلوا كانهم يونت واحده يخلي الام يتحول لجي. هنا الترانسفورم جروس فاكتور بيتا هو اللي بيبدا و5 يكمل يخليه يتحول لايه. فالكومباينيشن دي تفهموا ان احنا عايزين نمشي في الاتجاه ده. ده لو لوحده بقى يعزف نشاز. دايما الواحد فينا وهو موجود وسط ناس يبيهيف هيم سيلف، صح؟ انت وانت قاعد وحواليك زمايلك في هذا الجامع العظيم ده تلاقي نفسك بتطلع افضل ما عندك، لابس افضل ما عندك ومتزوق احسن ما عندك وقاعد اقدم اقدم وضع اشوفك فيه دلوقتي وانت قاعد في وسط زمايلك. لكن لو لوحدك، لو لوحدك الله اعلم بقى. بص اهو، بص ده لوحده عمل مصايب. بص لوحده، افتكر المعلومه دي، لوحده عمل مصيبه. ايه المصيبه اللي عملها؟ الايه ده يخيه قوي. الايه ده هنعرف انه بيعمل انافلكتيك رياكشنز، يعني بيدخل عيال في الرجيك رياكشن اهو. لما البني ادم لما يكون لوحده استر يا ستار، لكن في وسط الناس يبيهيف هيم سيلف بقى. مش كده؟ قاعده قانون الحياه. الايمونولوجي الايمون سيستم ما هو الا زي حاجه مصغره اللي بنشوفها في حياتنا. وصلنا للبرايمري والسكندري ايميون ريسبونس. واحد يقول لي دي سهله وخدناها زمان، لا دي مهمه جدا عندنا وعايزين نعلمك منها حاجات كتير. ايه دليل اهميتها؟ دليل اهميتها ان احنا ذاكرينها مره بالشرح، مرة بالصورة، ومرة بالجدول، يعني ما سبناش طريق فاضل ايه تاني نشرحها بيها. بص اهو، تعال نشوفها بالصورة. سيادتك نايم في امان الله، سمعت خروشة كده في الأوضة، فتحت عينك، لقيت حرامي بيقلب في الدولاب بيدور على ممتلكاتك. بص مش اتعرضت له، رحت واخده ومديه الاسم. شكله جديد عليهم، أول مرة في الاسم يشوفوه. اخذوا له بصمات فيش وتشبيه ما عندوش سوابق، يعني دي اول جريمه، اول سابقه ليه. قال لك يمكن يكون عامل سوابق في محافظات، في محافظات اخرى. خدوه كعب داير لففوه 27 محافظه ما لقولوش سوابق. راحوا محاولين قضيته، فالقاضي تعاطف معاه لانها اول سابقه ليه، اول مره يغلط. راح مديله حكم مخفف قوي قليل اهو، ولفترة بسيطة، حكم بسيط لفترة بسيطة. ده البرايمري ريسبونس. عند تعرض الجسم الايميون سيستم لانجل لأول مرة في حياته بيتعامل معاملة السابقة الأولى في الجريمة. يعني إيه؟ ياخد وقت طويل على ما يتعرف على الأنجل. يلاقي نفسه إن ده أول مرة يتعرف عليه. يقوم الريسبونس يبقى هادي. يطلع أنتي بودي بكميات قليلة تقعد فترة بسيطة والديب لاين بسرعة. نايم في أمان الله، سمعت خروشة في اوضتك، نفس الخروشة. فتحت عينك، لقيت نفس الحرامي. هو انت، هو ما انت معني ما وراكش غيري ولا ايه؟ وانا ما فيش حد بيتسرق الا انا ولا ايه؟ ورحت واخده بسرعه. انت نفسك، انت شخصيا عرفته، خدته على الاسم. الاسم واحنا فاتحين الاسم ده عشانك ولا احنا فاضيين لك ولا فاضيين لي مش عارف ايه؟ اهو وهاتك يا ايه بقى؟ ما استنوش حتى الحكم.
يعني نال حظه من العقاب وايه والحكم هيجي حكم قاسي ويقعد لفتره طويله. هذا هو الشخص اللي ايه سوابق. لما تتعرض للانجل تاني مره في حياتك فانت بتتعرف عليه بسرعه بسرعه عشان عندك ميموري ذاكره بتدي ريسبونس اعلى قيمه واطول وقتا. ولو رجعت بقى انواع الانتي بودي الاقي هنا بريدومينانت ايه في البرايمري ريسبونس بيكون اي جي ام، لكن هنا بريدومينانت اللي بيكون اي جي جي. هذه هي الفروق. ممكن تشغلوا خلي الريموت، حد يجيب لنا الريموت، حد عنده ريموت هنا. ادي الفروق بشكل جدول. الاندكشن ليميت اللي هي اللاج فيز هنا كانت طويله تاخد 7 ل 10 ايام على الاقل، وده عشان الوقت اللي محتاجينه فور ريكوجنيشن اوف ذا انجن فور ذا فيرست تايم. لكن هنا فيو اورز تو فيو دايز. هنا الانتيبودي ليفل كان قليل، هنا 10 اضعاف تقريبا. هنا الديوريشن بتبقى شورت ديوريشن ورابيد ديكلاين، لكن هنا لونج ديوريشن بتقعد مانثز ويرز وبيبقى فيه سلو ديكلاين اوف ذا انتيبودي ليفل. هنا الاميونوجلوبولين كلاسز بريدومينانتلي اي جي ام وهنا اي جي جي. سبب ان هنا الريكوجنيشن كان بطيء ان ما كانش فيه ميموري. سبب الريكوجنيشن السريع ان فولوينج الفيرست اكسبوجر بيحصل ديفلوبمنت اوف ميموري سيلز. لو عايز تضيف فرق يبقى البرايمري ريسبونس معناها اكسبوجر تو ان انجن فور ذا فيرست تايم، والسكندري ريسبونس معناها ري اكسبوجر تو ذا سيم انجن. كديفينيشن ممكن يبقى فرق اخر. على فكره احنا دلوقتي صحيح متكتفين ومش هنجيب لك في الامتحان اسئله نظر، مش هقول لك كومبير، لكن اقدر اقول لك قوي ان البرايمري ريسبونس تبقى كاركترايزد باي اول ذا فولوينج اكسبت، واروح اجيب لك كل الصفات الصحيحه دي ولخبط لك واحده فيهم. هقول لك مثلا بيبقى فيه سلو ديكلاين، فانت ممكن لو مش مركز قوي سلو ديكلاين دي يعني ايه؟ يعني لونج ديوريشن، الليفل بينزل سلولي فبيقعد فتره اطول. لا يبقى ده مش البرايمري. البرايمري بيقعد شورت ديوريشن والديكلاين بتاع الليفل بتاع الانتي بودي بيكون اسرع. فاي لخبطه في دول ممكن تلخبطك في الام سي كيو، يعني نرجو المذاكره بتركيز شويه. في الكتاب بقى كاتب لك الهيتروفيل فينومينا بنفكرك فيها تاني لو انها مع الانتيجين، فوجب ان احنا نفكرك بيها مع الانتي بودي. بص يا شباب هرسم لك ده انتجن شكله مدور اهو، وهكتب لك جواه اي جي 1 يعني انجن نمره 1، عليه ايبيتوب شكله مثلث وايبيتوب شكله مربع وايبيتوب شكله مستطيل وايبيتوب شكله معرج اهو. الانجن بيبقى عليه ديفرنت ايبيتوبس. يا دكاتره اللي بتتكلموا ده انذر انتجن، واضح انه انجن مختلف شكلا حتى اهو. سميته يا مريم، سميته انجن 2. مين اللي بيتكلم؟ سميته انجن 2. عليه ايبيتوب مثلث اهو، وعليه ايبيتوب مختلف مدور اهو. واضح انه انجن مختلف عليه ديفرنت ايبيتوبس عن انجن 1، لكن تصادف ان في منهم ايبيتوب مشترك سيميلر ايبيتوب. سمينا التو انجنز دول قبل كده هيتروفيل انجنز. طيب لو في انتي بودي اتكون ضد هذا الايبيتوب هيعمل ايه الانتي بودي ده؟ لو شاف الانجن نمره 2 هيرياكت معاه ولا لا؟ سمينا الظاهره دي ايه؟ هيتروفيل فينومينا. سمينا الانتي بودي هيتروفيل انتي بودي، او قلنا عليها كروس رياكشن صح؟ وعرفناها بان الانتي بودي بروديوس اجينست سيرتن ايبيتوب او اجينست سيرتن انجن بي كروس رياكت وذ انذر انجن نتيجه للسيميلاريتي اللي ممكن تكون موجوده بين الانجنز وبعضها. وبالعربي فهمتك ان الظاهره دي اسمها ظاهرة الخيانة الزوجية. فاكرين ظاهرة الخيانة الزوجية؟ لو الانجل زوجة والانتيبودي زوج، يبقى الزوج ده اتجوز الزوجة دي او حب فيها صفة معينة فاتجوزها ارتبط بيها صح؟ لكنه خانها عرف عليها واحدة تانية، فبيسمي الانتيبودي الزوج الخاين، والانجل 2 بنقول عليه خطفت الرجالة اللي هو الانجل 2 اللي سيميلر للانجل 1. وحد فيكم ساعتها حتى في المناقشة قال لي يبقى ده بيتنافى مع السبيسيفيستي، وكان ردي عليه ان ده منتهى السبيسيفيستي، لان احنا كبرنا شويه في سنه اولى كانوا في الايمنولوجي بيقول لك الانجن والانتي بودي، احنا دلوقتي بنقول لك ايبيتوب
الانتيبودي مش بيتعامل مع انجل ازابول، يعني بيتعامل مع حته معينه في الانجل اسمها ايبيتوب. يا علي يا احمد يا يسر ركزوا معايا. يبقى اذا الانتيبودي بيتعامل مع ايبيتوب، يبقى دي منتهى السبيسيفيستي. قلت لك من الحياه لو شبهنا قصه الزوج والزوجه، وفي واحد بيحب واحده كلها على بعضها، انت لما تيجي ترتبط واحده تكون حبيتها كلها، صفه واحده شدتك فيها لكن بقيتها ملوش لازمه من الحياه. نسيرك تصدق اللي بقوله لك. اه ما تستغربش يا ابني، هيشدك عينيها خضرة ماشي، بعد كده خلاص زهقت من عين الخضرة. نعم اتفضل. ايوه استريح بره شويه، خد اشرب حاجه حلوه عصير. يلا يا شباب. يا مريم 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 يلا يا شباب. عمر بيسال سؤال لذيذ قوي. واحد اتعرض لانجين 1 واتكون انتيبودي ضد هذا الاندو، لو دخل انجين 2 اللي عليه سيميلر ايبيتو هيتم التعامل معاه على انه تعرف للمره الاولى ولا سكند ريسبونس؟ سكند ريسبونس. يعني الاميون سيستم بيتعامل على مستوى الايبيتوبس مش على مستوى الانجل. فكانك اتعرضت لنفس الايبيتوب مره ثانيه. مش على ديفرنت كارير في قصه ثانيه. حلو قوي. شايفين؟ نعم حاضر يا احمد. لو انجل عليه برافو عليك. لو انجل عليه 100 ايبيتوب يتعامل ضده 100 انتيبودي. ودي النقطة بقى من العنوان اللي جاي، مونوكلونال انتيبودي. تعالى هقولها لك بسرعة، أرجو التركيز عشان هي قصة صعبة، وأرجو التركيز جدا. بصوا يا شباب، أنا دلوقتي أنتوا كده مجموعة من الباحثين وأنا بتزعمكم، وأنا رئيس هذه المجموعة البحثية. وقلت لكم يا أولاد عايزين نعمل موضوع بحث يفيد، يبقى له أبلكيشن. إيه رأيكم عايزين نعمل طريقه معمليه لتشخيص الايدز؟ موافقين؟ طب تقول لي هتشخص الايدز ازاي؟ اقول لك بسيط. معلوماتنا في الايدز بتقول ان الاتش اي في فيروس بينفكت التي هيلبر سيلز فيقللهم قوي، فالعيان يجي له اكوارد اميون ديفيشنسي. ادي معنى الايدز. طيب نعمل ايه عشان نشخص المريض اللي عنده ايدز؟ نعد عنده التي هيلبر سيلز. طب نعدهم ازاي؟ هتيجي نحضر انتيبودي اجينست تي هيلبر سيلز. اتفقت معاكم على كده وانتوا وافقتوا صح؟ تعالوا ننفذ بقى. انا رحت جبت الدي هيلبر سيل اهي، ورحت حاينها في ارنب. راح الارنب مكون انتيبودي ضد الدي هيلبر. رحت واخد الانتيبودي ده في انبوبه اهو، وسميت كتبت على الانبوبه دي انتي. بص خد بالك، انتي تي هيلبر. انا كده صح ولا لا؟ انا حاين تي هيلبر سيل. ركز معايا في المثال ده جدا. انا جبت يا شيري هناك حقنت تي هيلبر سيلز في فار او في ارنب، هنتعرف عليها على انها فورين بتاع البني ادمين. راح مكون انتيبودي اجينست تي هيلبر سيل. رحت مستخلص السيرم بتاع الارنب اهو، وعبيته في انبول اهو، وكتبت على الانبول انتي تي هيلبر. لحد كده ماشيين زي الفل صح؟ والانتيبودز اللي اتكونت دي حطيت عليها ماده فلوريسنت او ماده ريديو اكتيف. بس جالي واحد دلوقتي، السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز اعرف عندي ايدز ولا لا؟ ادي العيان وادي الانتيبوديز. شخص ازاي؟ اخد نقطه دم منه واعد عنده كام تي هيلبر سيل. ايه رايك؟ فكره بحثيه هايله بسيطه. ايوه احنا واقفين اهو صح؟ ايه رايك انها فكره غلط؟ احنا ارتكبنا خطا رهيب، لان كل عيان هيجي لي هقول له عامل انت عندك التي هيلبر 100%. ليه؟ ايه الخطا اللي انا ما انتبهتلوش؟ مش اللي انا لك
ايه الخطر اللي انا ما انتبهتلوش؟ انا لما حقنت تي هيلبر سيل على بعضها، لان في زمان في سنه اولى كنت بتعامل على مستوى حاجه اسمها انتجين، فانا متخيل ان الخليه دي يعني انتجين. تعال نراجع معلوماتنا. التي هيلبر دي عليها كام ديفرنت ايبيتوبس؟ قول معايا، التي هيلبر اول ما بقت ماتيور بقى عليها سي دي اسمه 3 صح؟ دخلت التايمس عشان تبقى هيلبر، خدت سي دي نمره 4 واكتسبت سي دي نمره 28 عشان تعرف تاخد السكند سيجنال، وعندها اتس اون تي سي ار. وفي حاله انها تبقى دي هيلبر 2 هيبقى عندها ال دي، عندها سي دي 4 تي ال، وباعتبارها خليه نيوكليتد يبقى عندها كلاس 1 ام اتش سي، وقد يكون عندها انجنز اخرى حجبناها عنك. حلو. يبقى اذا انا سؤالك يا عمر وسؤالك يا احمد، عندما يكون في اكثر من ايبيتوب على سطح الخليه، لما حقنتها في ارنب يبقى جوه الانبول ده ايه؟ مش انتيبودي واحد. امال ده في انتيبودي اجينست سي دي 3 وانتيبودي اجينست سي دي 4 وانتيبودي اجينست سي دي 28 وانتيبودي اجينست الالفا تشين بتاعت الدي سي ريسبتور وانتيبودي اجينست البيتا تشين وانتيبودي اجينست سي دي 40 ال وانتيبودي اجينست كلاس 1 ام اتش سي. طب لما جه عيان بقى وعايز يعرف عنده ايدز، وانا الانتيبوديز دي كلها انا حاططها في انبول وانا فاهم انها حاجه سبيسيفيك للدي هيلبر صح؟ خدت عينه دم من العيان وانا بعدله التي لمفوسايت، عديت التي هيلبر بس، امال هتعد ايه؟ ما هو تعالى شوف التي سايت توكسيك عندها ايه من الكلام ده؟ عندها سي دي 3 باعتبارها ماتيور، وعندها سي دي 28 ايضا عشان بتاخد سكند سيجنال هي كمان، وعندها ام اتش سي كلاس 1 وعندها تي سي ار خاص بيها. الله، يعني الانتيبوديز اللي في الانبول دوت هتعد لك التي هيلبر صح؟ نعم، لكن هتعد جنبهم كمان الدي سايتوكس، لان هيحصل كروس رياكشن. الانتيبودي دي مش هتميز التي هيلبر عن التي سايتوكس. شفتوا الخطا البحث اللي احنا وقعنا فيه؟ عايزكم تحلوا لي القضيه دي. في حاله انك انت تكون عايز تعرف تعد التي هيلبر صح، تعمل ايه؟ احضر انتيبودي اجينست سي دي 4 بس. يبقى في هذه الحاله اسمه بس احنا جينا للاخر اهو، اسمه مونوكلونال انتيبودي. تاني واخير عشان نخش في الشابتر اللي بعده. اذا افهم معايا يا ولاد، اذا عايز تدور على خليه معينه او انجل معين اوعى تقع في الخطا ده. طب الانتيبوديز المجموعين دول كلهم في انبوبه واحده اسميهم بولي كلونال، لانهم انتيبوديز كتير ضد ايبيتوبس كتير طالعين من ديفرنت بي سيلز اتصبوا في الاخر في سيرم واحد صح؟ يبقى سيرم الارنب في المثال اللي حكيته لك ده كان عنده بولي كلونال اكتيفيتيز. اللي بيتكلم ارجو، لان الحته دي صعبه مش عايز نطول فيها. يوم ما تحب تعد التي هيلبر بس قدامك اهو، دور على الايبيتوب اللي يميز التي هيلبر اهو. سي 4 حضر ضده انتيبودي، يبقى الانتيبودي اللي ضد ايبيتوب واحد هسميه مونوكلونال، واعرف اشخص فيه بسهوله لان هعرف اميز التي. طب ولو عايز تعد التي سايتوكسيك، حضر انتيبودي اجينست سي دي 8. ولو عندك تيومر معين قعدت تدرسه لما عرفت ان التيومر ده فيه ايبيتوب يميزه وعايز تبقى دايما عندك وسيله لتشخيص التيومر دوت، حضر انتيبودي اجينست الايبيتوب اللي يميز هذا التيومر. ولو في حد الهيباتايتس بي وسي ودي عندهم انجنز مشتركه، طب ما تحضر انجن سبيسيفيك يميز البي عن السي عن الاي عن الدي عن مش عارف ايه، ويميز الهيباتايتس عن البابيلوما فيروس عن الهيربس فيروس. لكل اورجانيزم دور على ايبيتوب يميزه وحضر ضده انتيبودي. يبقى ده تعريف اهو، بصوا كده، هايلي سبيسيفيك انتيبوديز اجينست سنجل ايبيتوب produced by single clone of B lymphocytes اقدر احضرها artificially عشان استخدمها يا في الدياجنوزس يا في العلاج. اللي مش فاهم اهو المثال اللي قلته لك هو التطبيق التشخيصي اهو. لو عايز اشخص ادور على انجل معين اهو على سطح الليمفوسايت، مثلا احضر انتيبودي اجينست السي دي ماركرز عشان اعد التي هيلبر او التي سايتوكسيك. يا فادي هناك يا فادي تاني اهو،
يبقى لو عايز استخدم المونوكلونال انتي بوديز ها اروح ادور على سي دي ماركر ها سي دي 4 تبقى هيلبر ايه تبقى سايتوكسيك ولو عايز اعالج ينفع ولا ما ينفعش ينفع اعمل ثيرابيوتيك ابلكيشنز ايوه اديكم مثال خدته في الفارما مريض عنده كاردياك اريزميا بيتعالج بالديجيتاليز يقوم يحصل كامريتيف افكت الديجيتاليز ده ما بيحصلهوش اليمينيشن توتال في شويه يستنوا في الجسم طب وبعدين والجرعه اللي جايه كمان شويه يستنوا واللي بعديها شويه يستنوا على بيجي ياخد الاسبوع الجاي القرص اللي عليه الدور يبقى كانه خد قرصين لان في قرص كده متجمع جوه عنده يبقى ده اسمه اوفر دوزج الديجيتاليز في الاوفر دوزج ممكن يعمل هارت فيلير طب عايز الحقه بسرعه دور كده هعمل ايه اغير له دمه اعمل له فيه ايه ده هيموت يبقى المونوكلونال انتي بودي هنا منقذ لو انا عندي انتي بودي اجنست الديجيتاليز وحقنته للعيان الانتي بودي هيخش يلقط الديجيتاليز الزياده ويخلص لي منه يبقى ممكن اعالج دراج توكسيستيز بهذا النوع من الانتي بودي بلاش ده انا اقول لك تطبيق بس ناجلينه مش عايزين نحرقه دلوقتي تعالى نحرقه انتوا يعني مفيش اغلى عن منكم يعني ها اعالج التيومرز بالمدخل ده لو عرفت ايبيتوب معين عند التيومر طب ما تيجي تحضر سبيسيفيك انتي بودي ضد التيومر ها واروح رابط على الانتي بودي ماده سيتوكسيك واروح حقنهم في جسم العيان يقوم الانتي بودي يفضل يدور لما يلاقي التيومر السبيسيفيك يمسك فيه والسيتوكسيك دراج يشتغل لوكال يسموها القذيفه السحريه ماجيك بوليت ثيرابي ها في علاج التيومرز على فكره ده مش خيال علمي ده بدا تطبيقه في معاهد كتيره في فرنسا وفي امريكا بيستخدموا المونوكلونال انتي بوديز في علاج التيومر حسب نوع التيومر هو محضر ضده انتي بودي سبيسيفيك يربط عليه ماده سيتوكسيك ويحقنها في المريض والانتي بودي يمسك في التيومر اهو يشتغل على التيومر والماده السيتوكسيك تشتغل لوكال على التيومر مونوكلونال انتي بودي ماجيك بوليت القذيفه السحريه ماجيك بوليت هناخدها في الترم الثاني مع التيومر ايمونولوجي وعليكم خير ان شاء الله نولع النور استاذنكم تندهوا لنا حد يولع لنا النور عشان هنشرح حاجه على قالوا سنوات يعني خمس سبع سنين همش جديد قوي طب وهنسيبوا ايه الترم الثاني عبد الرحيم معلش النور انا رجع الترم الاول هيولع النور ها يعني ايه ما هو كل فيه سيلز اخذنا النظريه المره اللي فاتت اسمها كلونال سيلكشن كل فيه سيلز لما تتكاثر تبقى كلون عيله فاميلي ليهم اصل واحد خليه واحد اوكي صباح الخير يا ولاد يوم جديد حصه جديده عندنا موضوع اسمه الكومبلكس تابعوا كده معايا سريعا موضوع لذيذ وسريع ومش هنطول الكومبلمنت هو فاميلي اوف بروتينز موجوده في كل سوائل الجسم في البلد في البودي فلويدز ما عدا حتتين بس مش موجوده فيهم حساسينكم نكتبهم كده بعيد على اليمين عشان لو نسيت في اخر الحصه اقول لك اشمعنى مش موجوده فيهم اوعى تنسى تسالني يعني موجوده في كل البودي فلويدز اكسبت افتكر او اكسبت مين اليورين والسي اس اف السائلين البودي فلويدز الوحيده اللي ما فيهاش كومبوننتس هم السي اس اف واليورين اوعى تنسى تبص على المرض انا احيانا كتير بنسى اقول لك في الاخر ليه اشمعنى دول لما نفهم الكومبلمنت نعرف ليه دول ما فيهمش كومبلمنت الكومبلمنت كومبوننتس ار برودوس مينلي ان ما كانش اكسكلوسيفلي باي ذا ليفر الليفر معروف ان هو اللي بينتج معظم البلازما بروتين من ضمنهم بينتج الكومبلمنت هو المصدر الاساسي ان ما كانش بعض الفاكتورز يبقى المصدر الوحيد في انتاج الكومبلمنت ليه الفاكتورز او البروتينز دي اتسموا كومبلمنت لانهم كلمه كومبلمنت جايه من كومبلمنتري يعني يكمل فيبقى هو العامل المكمل باللغه العربيه لانه بيكومبلمنت يعني بيكمل البكتيريسايدال افكت اوف انتي بوديز
ولو تاخدوا بالكم انا الحصه اللي فاتت كنت حريص ان كل شويه اقول لك الانتيبودي مش قتال قتل، الانتيبودي مش قتال قتل، الانتيبودي مش قتال، صح؟ في كل الوظائف اللي اشترك فيها قلنا عليه مش قتال قتل. امال لا، في حاجه ثانيه بتخش تشارك معاه وهي اللي تكمل موضوع القتل. فاللي هيخش يشارك معاه المره دي اللي هندرس واحده من الفانكشنز يا ايهاب، اوعى يفوتك حاجه، موضوع مهم. واحده من الفانكشنز المهمه ان الكومبلمنت ممكن يروح ماسك في الانتيبودي ويساعدني في التخلص من الانجن، عشان كده سموه كومبلمنت، يعني بيكمل البكتيريسايدال افكت اوف انتيبودي. حلو، كل ده كلام عام وجميل. مين هم الكومبلمنت كومبوننتس؟ تعال اعرفك على الفاميلي. الكومبلمنت كومبوننتس عباره عن 9 ميجر كومبوننتس اسمهم C1 لحد C9 بالترتيب 1 2 3 لحد 9، معاهم فاميلي اخرى من البروتينز ولاد عمهم دايما موجودين معاهم برضه في كل مكان ما عدا السي اس اف واليوريك. يعني موجودين في، يعني اسمهم ايه؟ البروبردين سيستم، بروبردين اولها بي، ها، واللي عباره عن 3 بروتينز، البروبردين فاكتور بي وفاكتور ثاني بي ثانيه وفاكتور ثالث اسمه دي. والعيله معاها ريجولاتوري بروتينز اسمها كومبلمنت ريجولاتوري بروتينز. ادي افراد عيله الكومبلمنت، حوالي 20 ممبر، منهم 9 ميجر اهم سي 1 2 3 4 لحد 9، 3 ينتموا العيله اولاد عم الكومبلمنت اسمهم عيله البروبردين، ثم بعض الريجولاتوري بروتينز. ايه بقى العيله دي؟ كلهم موجودين في الجسم في شكل ان اكتيفيتد، يا معتز يا ايهاب، موجودين في الجسم طول ما انت قاعد كده. الكومبلمنت كومبوننتس عندك موجودين بس ان اكتيفيتد. ايه اللي مخليهم ان اكتيفيتد؟ سبحان الله، ربنا حاططهم بطريقه. يا اولاد ركزوا، اولاد هناك في الكورنر هناك، سي 1 يا اولاد موجوده في شكل 3 فراجمنتس، يا سبحان، مش مكتوبه المعلومه دي عندك في الكتاب وبقولها لك عشان تفهم. 1 عباره عن 3 فراجمنتس، واحده اسمها كيو، واحده اسمها ار، واحده اسمها اس، بترتيب ا ب كيو ار اس، 1 كيو 1 ار 1 اس. عاملين زي مين بقى؟ زي احمد وايهاب، ولا بلاش احمد، احمد طيب، زي ايهاب ومعتز وعلي بس. الثلاثه دول لما يتجمع شملهم ما تعرفش تشرح بينهم كلمتين على بعض. عايز تعرف تشرح والحصه تبقى هاديه، افصلهم ابعدهم عن بعض. فربنا سبحانه وتعالى خالق اول كومبلمنت كومبوننت اسمه سي 1 مقسمه 3 فراجمنت، طول ما هم بعيد عن بعض ما تلمش شملهم يبقى سي 1 ده موجود في شكل انكتيفيتد. امتى سي 1 هيبقى اسمه اكتف؟ لو الثلاثه فراجمنت دول اتلم شملهم. حلو، امال سي 2 و3 و4 و5 العكس. كل فراجمنت، كل كومبوننت منهم عباره عن 2 فراجمنتس، واحده اسمها دي كبيره واحده اسمها اي صغيره. يعني نمره 2 عباره عن دي واي، واي وبي نعم، و3 اي وبي برضو ايوه، و4 نفس الكلام، واحده كبيره اسمها دي وواحده صغيره اسمها اي ايوه، و5 نفس الكلام، دي كبيره واي صغيره ايوه. طب ودول بقى انكتيفيتد ازاي؟ طول ما الاي فراجمنت ماسكه في البي يبقوا انكتيفيتد. امال لو حصل لهم سبليتنج يبقى حصل اكتيفيشن، الاي تروح تعمل وظيفه والبي تعمل وظيفه، لكن طول ما هم ماسكين في بعض معطلين بعض انكتيفيتد. طب وبقيه التسعه كومبوننت 6 و7 و8 و9 ما يبداوش يشتغلوا الا لو الخمسه بي ندهت لهم، تقوم تلم شملهم يتجمعوا يبقى حصل لهم اكتيفيشن. طول ما هم مفيش خمسه بي ومتفرطين يبقوا انكتيفيتد. تاني والنبي عشان تفهموا ازاي بيحصل اكتيفيشن للفراجمنتس او للفاكتورز، سي 1 3 فراجمنتس متفرطين يبقى كده ده الوضع الانكتيفيتد، لو اتلم شملهم يبقى حصل لهم اكتيفيشن. 2 3 4 5 العكس، حته صغيره اسمها ايه ماسكه في حته كبيره اسمها بي، طول ما هم ماسكين في بعض يبقوا انكتيفيتد، لو اتفصلوا حصل لهم سبليتنج يبقى حصل لهم اكتيفيشن. 6 7 8 9 مستنيين رحمه ربنا، مستنيين 5 بي يندى لهم، طول ما هم محدش ندى لهم يبقوا موجودين انكتيفيتد بهذا الشكل. تعال نشوف ازاي الكومبلمنت بيحصل له اكتيفيشن فعليا في الجسم. بيحصل له اكتيفيشن بثلاث طرق مختلفه، طريقه اسمها كلاسيك باث واي، وطريقه اسمها ليكتين باث واي، وطريقه اسمها الترناتيف باث واي. نمسك الكلاسيك وارجو التركيز، بص كده. ادي اورجانيزم دخل الجسم، هقول عليه انتيجين، راح متكون ضده سبيسيفيك انتيبودي، راح ماسك فيه اهو.
يبقى القصه هتبدا ها بانتيجين انتي بودي رياكشن. يبقى الكلاسيك باث واي دي تبع مين؟ تبع الاكوارد اميونيتي. لازم يتكون انتي بودي ويمسك في الاورجانيزم او الانجين بتاعه اهو. يبقى مين الانيشيشن بتاع الكلاسيك باث واي؟ انجين انتي بودي رياكشن. مفيش مسألة لسه ما ده أهم سؤال. ده أهم سؤال. يا سلام. واللي جاب الشاي يجيب لي ماركر لو سمحت. يا سلام. خلاص شكرا. لؤي قام بالواجب. خلاص مش مهم ماركر لقيت خلاص. بص يا أولاد هنشبه القصة أه بفرح بقى. عريس وعروسة. سيب. يشبه. عريس وعروسة العريس الانتيبودي وعروسته الانتيجين وصلنا لليلة الزفاف فعاملين ايه حفلة كده بسيطة وبعتوا للايه دعوات للمعازيم. المعازيم هم التسعة كومبوننت دول فالمعازيم هيبدأوا يجوا الفرح. كان حد قال لي الاي جي ام الاف سي بورشن بتاعته مشغولة احمد تقريبا. اول معزوم بيمسك في الحته اللي الدومين اللي اسمه سي اتش 2 على فكره مش بيمسك في حرف اف سي بيمسك هنا. اول معزوم راح الفرح كان اسمه سي 1 كيو جات له دعوه فيها رقم الترابيزه اللي هيقعد عليها قعد بص لقى فرح دايخ قوي هادي وسخيف عريس وعروسه وانا اول واحد وصلت يا عم اقعد شويه اقوم اسلم واروح شويه وبص لقى سي 1 ار داخل طبعا العريس عشان عارفهم واصحابه وعارف ان دول ثلاث صحاب قوي قوي فاعمل حسابه انه يقعدوا على ترابيزه واحده. فسي 1 كيو قاعد بص لقى سي 1 ار داخل الفرح وبيدور على رقم الترابيزه ترابيزه كذا راح قاعد جنبه مين كيو اهلا يا ار فينك يا مان يا جمال من ايام الكليه ما حدش شافك يا الدنيا الحياه الانشغال القصه اللي انتوا عارفينها. عندك فكره عن الواد اس تسمع عنه؟ قال لا والله ما اعرفش ده واد نادل جبان ده من ساعه ما مش عارف راح فين ما حدش بيسمع عنه. يا عم اللي عيلي عيلي بتاع شويه ولقوا اس داخل او اتلم شملهم كيو وار واس اتجمعوا على ترابيزه واحده في الفرح بقوا اكتيفيتد هاتك يا طبل ورقص وايه وغنى احيوا الفرح احيوا الليله. قاعد مين بقى في المعازيم؟ نمره اربعه راجل كباره شويه. بص خدوا بالكم هو رايح ما استناش بقى دوره قال لك اقوم اهيص شويه واروح بيحب ينام بدري. ها لما لقى الشباب دول كده عاملين كده قال لك اروح اقعد معاهم على ترابيزتهم راح قالع الجرافات ترميها الجرافات اللي هي الحته الصغيره اللي كانت خانقاه دي اسمها 4A و4B راح مسك هنا اهو ادي 4B قام اثنين قال لك طب ما اعمل زي الراجل ده راح قالع الجرافات ترميها 2A ها و2B راحت مسكت هنا اهي 4B و2B ها سخنوا قوي راحوا ايه احيوا بقى الليله اكتر غنى ورقص وحاجه ايه ما كانتش متوقعه منهم. ده شجع ثلاثه انه يشارك على نفس الترابيزه راح ثلاثه قالع الجرافات ترميها وراح مسك هنا 3B طبعا لما اربعه بقى واثنين انضم لهم ثلاثه الدنيا سخنت اكتر. ده شجع خمسة انه يعمل زيهم راح خمسة قلع الجرافات تراخر رماها وخمسة دي راحت مسكت قعدت في نفس الترابيزة راحوا العيال الكاجوال بقى اللي رايحين ما لا جرافات ولا بتاع راحوا جايين ستة سبعة ثمانية تسعة قالت ايوه يلا راحوا عاملين حلقة حوالين العروسة وهزروا هزار تقيل شوية عملوا حلقة حواليها وراحوا ايه قامين نفسهم عليها راحت واقعة وقعت على دماغها فراكشر بيز اوف ذا سكال ماتت والفرح اتقلب ضلمه ضلمه ادي الكومبل لو كمل الاكتيفيشن بتاعه نقضي على الانتيجين نقضي على البصر ازاي من 5 بي لحد 9 يمسكوا في بعض ويعملوا كانهم يونت واحده اسمها ممبرين اتاك يونت يحبروا نفسهم في الممبرين يعملوا زي سلندر زي عارف زي الشاليمو كده لما بتحطه في العصير يروحوا كسرين الممبرين الخليه تفرقع يبقى ادي الكومبلمنت وظيفته قتلين قتل اهم قتلوا العروسه طبعا دي اسمها كلاسيك باسوي
العريس في الدبس خدوهم يحققوا معاهم انت متهم بقتل عروسك. يا ابدا انا باشا وانا لو عايز اقتلها ما كنت ما جيتش الليله اساسا. ها مش انا ده احنا في الزفاف وشويه معازيم هزار وهزار تقيل. ها ادى بيها يعني ماتت الله يرحمها بس هيش الله يرحمها. تمام طلع براءه. صحابه قالوا لي يا اخي لما انت كنت عايز تخلص منها كنت قول لنا كنا خلصناك منها بطريقه ثانيه. ايه بدل ما يبقى باين كده انه قتل كان ممكن نجيب نعمل حفره في المكان بتاع الفرح الحفل ونغطيها بجرنان ولا حاجه. وانت الحركات القديمه وانت العريس اهو وهي العروسه ونقول لكم تعالوا عشان ايه يطلعوا على البسته بالقصر اساس اللي هو ولا حاجه واصحابكم بقى الانتين يقوموا يشجعوكم ويقوم واحد اهو اربعه اثنين ثلاثه بس كفايه ثلاثه بيه خدكم كده وانتوا بترقصوا تقوموا تدوسوا على الجرنان تقعوا في الحفره اوبسونايزيشن الحفره الماكروفيج والجرنان هو الريسبتور سي دي 3 بي ريسبتور لما الانج والانتي بودي يمسكوا في بعض ويبقى واحد اربعه اثنين ثلاثه ثلاثه بيه يمسك في الريسبتور كل ده يتبلع ولا من شاف ولا من دني بدا نعم العريس عشان الانتباه ما هو مش مشكله ده امينو اسيد يعني زعلان على بطل الفيلم هيرجع لنا امينو اسيد تاني هيتجوز غيرها بكره ان شاء الله. او بص بقى الحركه القلقان بقى احنا نجيب عربيه ونزوقها عربيه اسمها ار بي سي ونزوقها نحط عليها ريسبتور بره للسي 3 بي. ركز يا استاذي يا معتز بص يا اولاد العربيه ار بي سي متزوقه عليها ريسبتور للاف برضه للسي 3 بي ونقول للعريس تعالى انت وعروستك اهو في جوله بس على قد العربيه مش هتستحمل كل معازيمكم هات معاك ثلاثة أربعة كده كربسهم في العربية يعني نجيب نمرة واحد وأربعة واثنين وثلاثة برضو بيه بس أهو كفاية العربية ما استحملتش غير لحد كده نمسك بال 3 بي كومبوننت السي 3 بي ريسبتور على سطح الأر بي سيز هنفسحكم هنلف بيكم البلاد ستريم جولة كده الأر بي سيز تلف بيهم السيركيليشن وبعدين فكرة ما تيجوا نصوركم صورة للذكرى تعالوا نخش استوديو التصوير الليفر أو السبلين الريتيكل أنسيلال سيستم جوه هيطفوا النور عشان الصوره والعروسه مش هتخرج. ايه بقى؟ هيسلموها جوه تسليم اهالي للفاجوسيتك سيلز. يبقى الار بي سيز تقبض على الكومبل وتخش جوه جوه الريتيكلوسيلال سيستم ليفر او سبلين والعروسه ما يبقالهاش صاحب. ادي طريقه ثالثه للتخلص منها. الطريقه الرابعه الاي فراجمنتس ربنا ما بيخلقش حاجه ملهاش لازمه. ربنا ما بيخلقش حاجه ملهاش لازمه. الاي فراجمنتس اللي اترمت في السيركيليشن دي وخصوصا الاثنين دول خدتهم في الباثولوجي ممكن يمديت حاجه اسمها انفلاماتوري رياكشن. نروح للماس سيلز والبيزوفيل ونطلع هيستامين ونعمل فاز دايليتيشن ونجيب مور فاجوسيتك سيلز والدنيا تولع. بس انا ضحكت عليكم وشرحت لكم الفانكشنز اللي تحت الجدول في الصفحه الاخيره في هذا الشكل. ما هي وظائف الكومبلكس؟ ما هي يا دكاتره ركز يا ندى ايه هي وظائف الكومبلمنت يا شباب؟ واحد بصوا معايا على الصوره دي يا ايهاب ركز سايتولايسيس يعني نعمل سايتو ها لايسيس نعمل لايسيس للخليه باي مين في الممبرين اتاك يونت او كومبلكس اللي معمول من ايه؟ من اول خمسه بيت تسعه الشباب اللي مسكوا ايديهم في ايدين بعض وعملوا سلندر كده حفره من البروتين حفروا نفسهم في الممبرين فرقعوا الخليه باي اوسموتيك لايسنس. نمره اثنين اوبسونايزيشن السي 3 بي لو ريسبتور على سطح الماكروفيج السي 3 بي ياخد الانجل والانتي بودي ويشبكهم في الماكروفيج ويتم البلع الفاجوسيتوزيس الانهانس فاجوسيتوزيس. او ثلاثه اميون كومبلكس كليرنس الار بي سيز تمسك برضه في السي 3 بي وتاخد الايميون كومبلكس تجوه بيه الجسم وتدخله على الريتيكلونسيلال سيستم على ليفر على سبلين وهناك الفيكسد ماكروفيج هيتناولوا الكومبلكس ويخلصوني من الباثولوجي. اربعه ميديشن اوف انفلاماتوري رياكشن
الايه فراجمنتس الصغيره اللي اترمت دي الباي برودكتس دي دول انفلاماتوري ميدييتورز او يسموهم انافيلاتوكسينز. خد بالك بيسموهم انافيلاتوكسينز. امتى اسمي المولكيول انافيلاتوكسين؟ لما يكون بيعرف يطلع هيستامين من الماسل سيل اسميه انافيلاتوكسين. لما يروحوا للماسل سيلز يطلعوا هيستامين فاز دايليتيشن مايجريشن اوف ليكوسايتس يعملوا ريكروتمنت يستدعوا يجندوا الليكوسايتس عشان يعملوا انفلاماتوري رياكشن. ادي اربع فانكشنز للكومبلكس. خلصت الليله والعريس طلع براءه. صحابه قالوا له من فضلك من فضلك لو اتدبست وخطبت واحده ولقيت نفسك مش عارف تكمل ها قول لنا بدري وما تظهرش انت في الليله واحنا هنخلصك منها في باص واي ثانيه اسمها ليكت الباص واي. تعالوا شوفوا المره دي هنخلص من العروسه ازاي. حالاً حالاً خلصت ثواني ثواني. بصوا كده لو ارتبط بواحدة مستحلية نفسها شوية مستحلية نفسها يعني سطحها عليه حاجة حلوة سطحها عليه منوس. ركزي يا مريم بعض البكتيريا سطحها بيبقى عليه كربوهيدرات اسمه منوس. فاعتبر دي عروسة ها مستحلية نفسها شوية. يوم في واحد من اصحاب الانتيبودي ما هوش انتيبودي قال له بس انت لو اتجوزت واحده ولقيتها بتتعالى عليك ولا مستحليه روحها ولا بتاع كده قول لي بس. اسمه ليكتين. الليكتين ده بلازما بروتين. يقول له بص يا سيدي انت بس شاور لي عليها ما تظهرش في الصوره يبقى الانتيبودي مش هيظهر يبقى دي النيت اميونيتي وتبقى ايرلي بدري بدري ما يوصلش لسه ليله الزفاف بدري وانت لسه خاطب اهو. انا هروح كليكتين اتحرش بيها. ايه يا جميل انت ماشي لوحدك ليه؟ ايه يا عم مستحلي نفسك ولا منوز؟ الليكتين غاوي منوز يروح رايح ماسك في المنوز ويعمل كانه كومبلمنت نمره واحد. يوم ياكتيفيت اربعه بي بيمسك اهو وياكتيفيت اثنين بي بيمسك اهو اربعه بي واثنين بي يجيبوا ثلاثه بي اهو لا يجيبوا خمسه ثم 6 7 8 9 وصلنا ل 9 اسمها ليكتين باتوي. ايه رايك اضعف ولا ذا سيم زي الكلاسيك باتوي في اكل البصل؟ ذا سيم. ليه؟ والله لو عايز سايتولايسيس من 5 بي ل 9 موجودين اهو يحصلوا سايتولايسيس. لو عايز اوبسونايزيشن 3 بي موجوده ولو عايز كليرنس 3 بي موجود برضه الار بي سي تمسك فيه ويخلصوني من الموضوع ده. ولو عايز انفلاماتوري رياكشن ال 3 اي وال 5 اي اللي طلعوا من هنا هيروح يعملوا انفلاميشن. فهي نفس الفانكشن. امال ايه الفروق؟ مش مستنيين انتي بودي اسرع نبدا بدري ايرلي في الانيت اميونيتي نون سبيسيفيك اللي مش هستنى لسه لما الانتي بودي يتكون. امال ما بتشتغلش ضد كل الاورجانيزمز ليه؟ لان الشرط عشان الليكتين يمسك لازم يلاقي منوس هو ده الشرط. طب ولو مفيش منوس ولا يهمك تاهت ولقيناها لو الباسوية التالتة لو ارتبطت بواحدة وتصادف انها بص كده سماوية سماوية يعني صفحها عليه اندوتوكسين مش الاندوتوكسين ده سم. فلو اتجوزت واحدة وارتبطت بواحدة ولقيتها سماوية او وشها يقطع الخميرة من البيت يعني ييست الييست يعني خميرة او بتهنج ما تعرفش من الفيروسة ولا ايه يعني في فيرال انفلو يبقى هنا الباسوي التالتة برضو هتشتغل ضد بعض الباسجن دون انتظار الانتيبودي. يا معتز يا مريم حرام عليكم مش هستنى انتيبودي. لو الباسجن صرفوا عليه اندوتوكسين يبقى عروسه سماويه او كانت ييست سيل احد الفطريات خميرة وشها يقطع الخميرة من البيت أو فيرال انفر. في هذه الحالة عندنا السي 3 بي أهو يجي يمسك كده وإيه اللي جاب السي 3 بي؟ فتك في الكلام ده. السي 3 ده أضعف كومبلمنت فيهم يا أحمد يا يسري بيحصلوا ايزي ديسوسيشن ويطلع 3 دي وبي
الطبيعي في الجسم لو مفيش ريسبونس يحصل لهم هيدروليز. طب لو في بكتيريا من النوع ده يروح الثلاثة دي مسكين في الاندوتوكسين او في اليست سيل وول او في الانفلوب بتاع الفيروس. طب وبعدين يصفروا يندهوا ولاد عمهم الحقوا تعالوا قبضنا على فيروس يست بكتيريا معينه ولاد عمهم اللي هم البروبردين كانوا ثلاثه فاكتور فاكرين بي وبي ودي اهو بي وبي ودي هو بيجي فاكتور بي يمسك هنا بس فاكتور بي ده برضو كحدتين ايه وبي يقوم ها ابن عمه يشجعه فاكتور بي يسبلت بي الى بي ايه وبي بي اهو يبقى فاكتور بي بي بتاع البروبردين يمسك جنب 3 بي ده يشجع مور سي 3 انهم يجوا للمكان ويحصل لهم سبليتنج يقوم يديني سي 3 بي اكتر هنا تاني يبقى في شويه سي 3 الاول بيحصل لهم سبونتينيوس كليفج بقوا اي وبي شويه بي قليلين مسكوا على سطح اليست او الفيروس او البكتيريا اللي عندها اندوتوكسين يشجع البروبردين انه يجي يشوف ايه اللي بيحصل راح دي قايله يلا ده في شغل ده ال 3 بي بينده لنا راح الفاكتور دي راح قاسم بي الى اي وبي ففاكتور بي بي ده مسك جنب 3 بي الاثنين دول مع بعض اشتغلوا كانهم انزيم يجيب مور 3 بي اهو وطالما في 3 بي كتير بقى جه يبقى اهلا بالباقي 5 يبقى 5 بي 6 7 8 9 دي اسمها الترنيتيف باتوي هل الانتيبولي تدخل يبقى ده برضو النيت تحصل بدري صح هل كل الفاكتورز اشتركوا لا 1 و4 و2 ما لهمش لازمه هنا طب هل حصلت على نفس الفانكشن ولا لا ولا اقل نفس الفانكشن ليه من 5 بي 9 موجودين اهم لو عايز سايتولايسيس يحصل اهو 3 بي موجود بكثره يعني ممكن يحصل اوبسونايزيشن او ممكن يحصل النيور كومبلكس كليرنس صح والايهات اللي طلعت تعمل انفلاميشن اللي انت مش عارف ان انا خلصت التشابتر انت مش عارف ثواني يا دكتور ادي 3 دقايق بالظبط تعال شوف ليز عشان تلحقوا لو عندكم حاجة تاني تعالوا نشوف خلصنا ازاي. بالظبط الشابتر اللي بعده احنا مش حاسين ممكن نصبر بس ثواني. أول الشابتر أول نص صفحة مهمة فيها فيتشرز ودي معانا مذاكرة عليها. الناس اللي بتشيل الكتاب إذا كنت هقول لك تعمل إيه في الكتاب؟ افتح الكتاب اول نص صفحه مهمه جدا فيها الفيتشر اللي ممكن تيجي ام سي كيو من اول في صفحه 83 محط عنوان جديد اسمه اكتيفيشن كومبلمنت اكتيفيشن عندك بقيه الصفحه دي والصفحه اللي تانيها قراءه من اول كومبلمنت اكتيفيشن في صفحه 84 قراءه بس قراءه جيده برضه تحسبا للام سي كيو بس لحظه بس السكيم اللي على يمينك للاطلاع بس تقلت تلاقي جدول للحفظ الصم بقى ايه بقى احفظ ايه بقى في الجدول ده بسرعة كده تعال تعال نشوف الجدول مع بعض الباس ويز نفسها انت بتعرفها من الجدول بص يا اولاد البطوي نفسها في هذا الجدول مراجعة الجدول سريعا بصوا كده ايه نوع الانتيبوليتي لكل باسوي اشتركت فيها الكلاسيك كان فيها انتيبولي تبقى اكوايرد سبيسيفيك اميونيتي وتبقى ليت شويه لكن الاثنين التانيين كانوا انيت نون سبيسيفيك وتبقى الانسيت بتاعها ايرلير الانيشيشن مين اللي عمل انيشيشن لكل باسوي الانجل مع الانتيبودي كومبلكس هم اللي بداوا الباس واي ده لكن هنا الليكتين هو اللي مسك في المنوج وهنا بكتيريا البرودكت زي الاندوتوكسين او اليست سيل وول او الانفلوب بتاع الفيروس طب والرول اوف انتيبودي الانتيبودي له دور مع الكلاسيك لكن ملوش دور مع الاثنين التانيين طب والرول بتاع الفاكتورز بتاعت البروبرتين ليهم دور مع الالترناتيف باس واي ملوش دور مع التانيين طب والليكتين المنوس بايندينج ليكتين له دور في الليكتين باس واي ملوش دور في التانيين
مين الفاكتورز اللي اشتركت في كل باثوي؟ في الكلاسيك باثوي التسعة كومبوننتس اشتركوا بس بالترتيب الاتي. خلي بالك الترتيب مهم. 1 ثم 4 ثم 2 3 5 6 7 8 9. في الليكتين، الليكتين حل محل الكومبوننت الاولاني، اشتغلوا بالترتيب الاتي 4 2 3 5 6 7 8 9. اما في الالترناتيف باثوي 1 و4 و2 ما اشتغلوش، بدأنا من 3 ثم 5 6 7 8 9. مين اللي عمل اكتيفيشن للكومبلمنت نمره 3 عشان يشارك؟ في التو باثويز الاولانيين وجود 4 بي و2 بي، الرجاله اللي قلعوا الدرافتات في الاول وراحوا قعدوا على الترابيزه بتاعت الشباب، ده اللي شجع 3 انه يسبليت، فبنسميهم سي 3 كونفرتيز، يعني هم اللي حولوا السي 3 الى اي 1. لكن هنا مين؟ البي وابن عمه، الثلاثة بي وابن عمه اللي هو البي بي، دول اللي بعده يجيبوا مور سي 3 عشان يعملوا له سبليتنج. طب مين اللي شجع 5؟ 4 بي و2 بي بالاضافه ل 3 بي في التو باثويز دول. وهنا اللي شجع 3 مضاف اليه 3 بي، اللي هم 3 بي ثم بي بي ثم 3 بي. الجدول ده في منتهى الاهميه. يزيد عليه يزيد عليه ان هسالك سؤال ام اس كيو صعب جدا، ولما بيجي ما حدش بيجاوبه، وشغلين نفسكم دايما بالموبايل ما اعرفش في ايه يا معتز، ما ينفعش. يبقى اقعد ورا، حتى هات واحد اولى يقعد قدام عشان يشوف. في ناس قاعده ورا عمود مش شايفاني وزعلانين، انت قاعد مش منتبه، يبقى تقعد ورا. مين الكومبلمنت كومبوننت اللي مسؤول عن السيتولايزم؟ مين؟ من 5 بي لحد 9 اسمهم ممبرين اتاك كومبلمنت. مين الكومبلمنت كومبوننت اللي مسؤول عن الاميون كومبلكس كليرنس؟ الار بي سيز اتقبضت على مين؟ اتقبضت على الكومبلكس عن طريق سي 3 بي. مين الكومبلمنت كومبوننت اللي مسؤول عن الاوبسونايزيشن؟ سي 3 بي. مين الكومبلمنت كومبوننت اللي مسؤول عن الانفلاماتوري رياكشن؟ 3 اي و 5 اي. بس اخر باراجراف اللي هو ريجوليشن، واحد هيسال طب السي 3 بي دوت لو مسك في خلايا من خلايا الجسم ما يكملش الباثوي ويدمرها ليه؟ عشان ربنا خلي لنا ثالث مجموعه في الكومبلمنت اللي هم الريجولاتوري بروتينز، موجودين في البودي فلويد، موجودين على سطح الخليه، يمنعوا الكومبلمنت من انه يكمل الاكتيفيشن بتاعه. امال ليه الكومبلمنت مش موجود في اليورين والسي اس اف؟ السي اس اف ممنوع الخناق فيه. السي اس اف ربنا حاميه، ربنا حامي السي ان اس بايه؟ البارير، الفسيولوجيك بارير، ممنوع يحصل انفلاماتوري اميون رياكشنز في السي ان اس عشان الديجنريشن ملوش تعويض، صح؟ طب وفي اليورين مفيش كومبلمنت ليه؟ لان مش من وظيفه الاميون سيستم انه يفضل يطارد الاورجانيزم لحد ما يروح الصرف الصحي. اليورين خارج من عيان فليكن فيه اورجانيزم، ما وصل المجاري خلاص انا مات، هطارد الاورجانيزم في المجاري ليه يعني؟ تعقلين يعني ولا ايه؟ طالما اكسكريشن مفيش داعي، مفيش حرب يعني. بس شكرا.